صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا عبد الصبر. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الثلاث الموافق 17 أكتوبر 2023. في الحقيقة بنتكلم على 11 يوم من التصعيد المستمر. عاوز أقول لحضراتكم إن كل طفل في غزة، ومش بس غزة، في فلسطين النهاردة بيحس بإحساس من الوجع والقهر والظلم، ده بخلاف الإزاء البدني والنفسي طبعا والصحي اللي واقع عليهم. عشان كده مصر رسالتها واضحة وقوية، والرسالة بتقول اللي هي قضيتكم قضيتنا، لن ننساكم أبدا ولن نتخلى على هذه القضية. ويمكن ده كان باين وظاهر جدا في التطورات والاتصالات اللي بتستمر على الصعيدين، سواء كان الإقليمي أو الدولي، كل يوم بخصوص العدوان على قطاع غزة والجهود المصرية المكثفة لاحتواء الموقف ووقف التصعيد ضد أهالينا في فلسطين. يمكن امبارح تابعنا أخبار عن استجابة وتلبية يعني للدعوة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مجلس الأمن القومي بانعقاد قمة السلام، هتكون يوم السبت القادم بمشيئة المولى عز وجل، علشان خاطر تبحث يعني الاعتداء من العدوان الغاشم على الفلسطينيين العزل وطرق حل هذه الأزمة والتخفيف منها. ويمكن عارفين أن الثوابت المصرية بتقول أن طريقة الحل هي واحدة، لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين. ويمكن الاستجابة السريعة دي بتعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ودور مصر البارز في تعزيز السلام ودعم الشعب الفلسطيني، لأن زي ما احنا قلنا هي دي قضيتنا وهي دي القضية الأولوية لينا يعني أبد الدهر، وستستمر كذلك حتى نصل إلى حل وهو حل الدولتين. أكيد يا أحمد، حجم الاستجابات الدولية لدعوة سيادة الرئيس السيسي لعقد القمة هي شهادة ثقة في رؤية مصر كونها بتحمل مفاتيح حل الأزمة، وطبعا دليل على نجاح الدولة المصرية في المسار اللي خاضته مع كافة الدول لرفض العدوان على أهلينا في فلسطين. أعتقد أن القمة دي هتكون فرصة مهمة لقادة العالم عشان يتجمعوا وعشان يحصل تعزيز للحوار ويحصل تعزيز للتعاون بهدف أن يحصل تحقيق للسلام والاستقرار في المنطقة ووقف بقى العنف الشديد والعدوان صحيح. الغاشم اللي بيحصل على أهلنا. أنت بتقولي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ويمكن اللي بيحصل ده هو يتنافى تماما مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية اللي لا طالما صدعتنا بها هذه الدول تحديدا. لكن اكتشفنا في الحقيقة، وده كان يمكن يعني رؤى العين تحديدا، فكرة إن لو جه حقوق الإنسان على هذه الدول العظمى بيبقى الوضع مختلف وبتكيل بمكيالين. لكن في الحقيقة مصر ما بتكيلش بمكيالين أبدا، مصر عندها مبادئ واضحة في حقوق الإنسان، وهو توفير يعني أبسط حقوق العيش والأمن والسلام لكل المواطنين، وهو الأمر اللي بينعكس وبنطالب به لإخواتنا وأشقائنا في قطاع غزة أو في فلسطين ككل. ويمكن في الحقيقة مصر بتقود تحرك دولي، تحرك دبلوماسي وشعبي كمان في منتهى الأهمية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل لحل جذري للأزمة، وده طبعا وفقا لمقررات الشرعية الدولية. واعتقد ان يعني قمة القاهرة للسلام اللي هتعقد يوم السبت اللي كلمت حضراتكم عليها هينتج عنها مخرجات غاية في الأهمية لوقف التصعيد من قبل قوات الاحتلال، وكمان دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره. قمة في غاية الأهمية، التلبية والاستجابة من الدول يعني الكثيرة بيؤكد ان يعني لابد ان يكون في انفراجة لهذه الأزمة. إن شاء الله نتعشم قريبا. قمة القاهرة للسلام هي خطوة مهمة جدا دعت ليها الدولة المصرية انطلاقا من دورها التاريخي وعقيدتها الراسخة والثابتة بأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى. مصر لن تتخلى عن حماية الشعب الفلسطيني أبدا، مصر لن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. النهاردة على مدار الحلقة هنتكلم عن دور مصر في إيصال المساعدات لأهالينا في غزة، وكمان خطورة تأخير هذه المساعدات والمواد الإعاشية والمواد الطبية والمستهلكات الطبية وأهميتها والنقص الشديد اللي بتعاني منه أهالينا غزة، أهالينا في غزة بكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها. صباح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. بنصبح على حضراتكم مرة تانية في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنبدأها
باللي احنا نروح نصبح على زميلتنا دينا شرف ونعرف منها اخر اخبار الطقس. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا منى. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا هيبدا حلقتنا النهارده بان احنا نطمن عن احوال الطقس، وبقالنا فتره كده في اجواء خريفيه معتدله. صحيح. فتعالوا ناخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. والنهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. النهارده كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على ساحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء على مناطق متفرقه. درجه الحراره في القاهره النهارده 29، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 34، واقل درجه حراره في كاترين 23 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن في اطار متابعه نتائج الزياره الاخيره لوزير الخارجيه الامريكي للقاهره، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشان مستجدات الوضع الاقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزه. خلال الاتصال تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ده حقيقة منا. يمكن كمان الاتصالات كانت يعني متواصلة بالأمس، وزي ما قلنا ده يعني لأن مصر بتنسق على كل المستويات سواء كانت الإقليمية أو الدولية. كان امبارح كمان في اتصال هام تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال هذا الاتصال مناقشة الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، واستعراض أيضا التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وخلال الاتصال ده كمان تم التوافق للزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عما حدث بالأمس من خلال هذا التقرير. أخبار كثيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. واتفق الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما ناقش الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسار السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. وامبارح برضو تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسيع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقد توافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. وامبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا. اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. وأيضا شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة. وأشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهل القطاع
والتخفيف من وطأة معاناتهم. وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وامبارح اجتمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وخلال الاجتماع اطلع سيادة الرئيس على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، ووجه سيادته بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وده بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وده على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي واللي بيحضرها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاتفاق الإطاري بيستهدف تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر، ويهدف ذلك المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتحقق متطلباتها في المستقبل. وامبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي. ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح، بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب 1 و2 وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة أخبار المحافظات، لأن معنا فيها أخبار كتيرة في الحقيقة حصلت في عدد من المحافظات امبارح. نبدأ بالإسماعيلية اللي تم فيها الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة واللي بيتزامن مع الذكرى الخاصة بالمقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني. أما محافظة أسيوط فتم فيها طرح 192 وحدة سكنية بمدينة ناصر الجديدة. امبارح كمان في كفر الشيخ تم توزيع 5250 قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية في قرى دسوق. وفي الفيوم تم إطلاق مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري في المدارس. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسماعيلية تم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اللي بيتزامن مع ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام 1951. فأسيوط أعلنت المحافظة عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات سكنية سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية بعدد 192 وحدة سكنية من مساحات تبدأ من 106 متر ل 133 متر بأنظمة سداد ميسرة، والحجز الفوري من خلال جهاز مدينة ناصر على أن يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بمركز أهناسيا مكونة من 8 عيادات في مختلف التخصصات، وتم الكشف على 1176 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن مد فترة التقديم لمجمع الصناعات المغذية 3 يوليو لمدة أسبوعين، وده نظراً للإقبال الشديد وبناءً على طلب المواطنين، بحيث تنتهي المهلة في 30 أكتوبر 2023. في المينيا نفذت مديرية الصحة الحملة القومية للتطعيمات الروتينية للأطفال بعدد 112,880 طفل خلال سبتمبر الماضي، وده في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية والحفاظ على صحة الطفل المصري.
في الوادي الجديد انطلقت رحلات الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد لمتابعة منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية، خاصة مدارس قرى الأربعين والمناطق النائية، مع تقديم كافة سبل الدعم الفني والمعنوي لسد العجز بجميع التخصصات. في كفر الشيخ شهدت المحافظة افتتاح معرض ملابس تم خلاله توزيع 5250 قطعة ملابس مجاناً للمستحقين، وده تحت مظلة التحالف الوطني بمدينة دسوق. في الفيوم بدأت امبارح أولى فعاليات مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري بمدارس محافظة الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وجاءت تحت عنوان معالم الفيوم الأثرية، وتم خلال أولى محاضرتها الحديث عن أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم. هنطلع دلوقتي مع حضراتكم فاصل سريع، وفقراتنا لسه متواصلة في صباح الخير يا مصر، ومعنا فقرة بنتكلم فيها على الأوضاع الحالية في قطاع غزة والجهود المصرية لتهدئة هذه الأوضاع ووقف يعني هذا العدوان الغاشم تحديدا. وأيضا هنتحدث عن قمة السلام، هذه القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر السبت المقبل، واستجابة العديد من الدول سعيا لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه. في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الاحمر. النهارده كمان في فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء على مناطق متفرقه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غني، وعضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. احنا طبعا ما زلنا بنتاثر بالاجواء الخريفيه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. يمكن بالامس كان في فرص الامطار على المناطق الساحليه، وبالفعل سقطت على بعض المحافظات وخاصه في قصر الشيخ، بعض مناطق من الاسكندريه، بعض مناطق كمان من الزقازيق، يعني محافظات شمال الوجه البحري. ده متوقع استمرار اليوم، يعني احنا اليوم متوقع استمرار وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وخاصه على المحافظات الساحليه، فهيكون معاها فرص لسقوط الامطار. الأمطار دي خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأيضا محافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم وفي منطقة دون الأخرى. بالإضافة كمان هتتلاشى فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية، يعني ما فيش أي فرص سقوط أمطار في القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري أو جنوب الوجه البحري تحديدا. درجات الحرارة اليوم زي ما قلنا في الأول حول المعدلات الطبيعية، عظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار. فبالتالي هيظل إحساسنا بالطقس فترة النهار طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حر على المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، الأجواء عليها أجواء حرة وخاصة ده بيكون في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض. بالظبط، وبتنخفض كمان بشكل ملموس وملحوظ في ساعات الليل المتأخر، يعني ساعات الفجر والساعات الأولى من الصباح. الأجواء في الأوقات دي بتبقى أجواء مائلة للبرودة في المحافظات الشمالية تحديدا، ويمكن كمان محافظات شمال الصعيد. درجات الحرارة الصغرى عليها بدأت تنخفض وتكون 17 و18 درجة مئوية، فبدأت تنخفض بشكل كبير خاصة المحافظات دي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. كمان في نشاط الرياح، كنت عايز أسأل حضرتك برضو على نشاط الرياح، هل هو ملحوظ فعلا في منطقة جنوب سيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر النهاردة؟ يعني هل يكون الرياح محملة بالرمال والأتربة ولا رياح عادية؟
هو طبعا هيكون اليوم في نشاط للرياح بالفعل، خاصة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة، غير مثيرة لأي رمال وأسربة. يمكن بعض المناطق من الطور ممكن يبقى عليها بعض الأسربة والرمال المثارة، لكن ده يعني مش هتأثر بشكل كبير. يعني نشاط الرياح ده هيخلينا نساعد إن احنا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، خاصة كمان مع فترات المساء وساعات الليل في المناطق الموجودة في جنوب سيناء. نسب الرطوبة احساسي بها بدأ يقل بشكل كبير، وخاصة فترات الليل بدأت أحس بانخفاض درجات الحرارة. لكن ده مش هيأثر على الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر؟ لا، هو مش هيأثر تماما، لان ده نشاط رياح نسبي. يعني احنا الحمد لله سرعات الرياح على البحرين معتدله تماما، البحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، البحر الاحمر ما بين 1.5 ل 2.25 متر، فبالتالي الحمد لله مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. كمان الشبوره المائيه خلينا ننوه عليها، لان الشبوره المائيه مع بدايه فصل الخريف بدات في بعض الايام كثافتها تزيد، يعني بدات تاثر على الرؤيه الافقيه، وهي بتظهر طبعا في فترات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا تبدا الشبوره المائيه في الاختفاء، تبدا الرؤيه الافقيه تتحسن تدريجي على اغلب الطرق. لكن مهم جدا دايما مع وجود الشبوره المائيه، وخاصه لما تكون شبوره مائيه كثيفه، تكون القياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. ويفضل دلوقتي واحنا بنخرج فتره الصباح الباكر الاطفال وهم رايحين المدارس نبدا نزوق قطعه ملابس اضافيه تبقى ملابس خريفيه او معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجه الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هبداها من القاهره والعظمى 29، الصغرى 21، العاصمه الاداريه 29 21، اسكندريه 27 20، العلمين الجديده 27 21، مطروح 26 19، دمياط 28 21، بورسعيد 28 22، اسماعيليه 30 20، السويس 29 20، العريش 28 20، كاترين 23 15، طابة 29 20، حلايب 30 25، شلاتين 33 25، شرم الشيخ 32 23، الغردقة 32 22، الفيوم 29 19، بني سويف 30 19، الوادي الجديد 32 18، أسيوط 30 17، سوهاج 31 19، قنا 32 20، الأقصر 33 19، وأخيرا أسوان 34 20. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، لكن بنأكد مرة تانية إن الطقس خريفي معتدل، وفي انخفاض ملحوظ بيكون في درجات الحرارة مساء وفي الساعات الأولى من الصباح، ونخلي كمان بالنا من الشبورة المائية. هرجع مرة تانية لمنة وعبد الصمد علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا، وبالطبع الشكر موصول أيضا لدكتورة منار غانم. شكرا. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 النهاردة وبكرة، وحددت الهيئة مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتباراً من 19 ل 21 أكتوبر. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه ودعاقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين. النهاردة أعلنت الكنيسة الكاثوليكية إنها تتحد مع الكاردينال بطريرك القدس بيير باتيستا، وتشارك النداء والدعوة من أجل المصالحة والسلام وتقديم نية قداسات من أجل السلام، وأن يكون اليوم صلاة وصوم وتنظيم أوقات صلاة تتضمن السجود للقربان الأقدس. وذكرت الكنيسة الكاثوليكية في بيان ليها إن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر بيتابع بمزيد من القلق أحداث العنف وتطورات المشهد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يعم الخوف والقلق الجميع بعد أن تفجرت موجة جديدة من موجات الصراع وإراقة الدماء. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة إنجلترا مع إيطاليا الساعة 10:15 بالليل، في نفس التوقيت مباراة صربيا مع الجبل الأسود.
نروح دلوقتي مع حضراتكم لجامعة بنها اللي نظمت امبارح المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا للعلوم الإنسانية، وده كان بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات ببنها بحضور عدد من الشخصيات العامة والشخصيات البارزة أيضا. المؤتمر بيستهدف بناء قدرات طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين في مجال العلوم الإنسانية، وأيضا بيستهدف طرح ومعالجة مختلف القضايا اللي بتتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. خلينا نتابع. أولا سعيد جدا أبقى النهاردة مشارك في المؤتمر السنوي للدراسات العليا للعلوم الإنسانية في جامعة بنها، جامعة الحقيقة نفخر بها. وكان في حوار الحقيقة ساري جدا مع السادة أعضاء هيئة التدريس والحضور حول مستقبل التعليم ومستقبل المعرفة في مصر، خصوصا في ضوء التطورات التكنولوجية اللي شايفينها حوالينا زي الذكاء الصناعي وخلافه وتأثير ده على فكر التعليم بشكل عام. فكانت حديث الحقيقة ساري، تمت فيه دراسة التجربة المصرية في التطوير والتجربة المصرية في بناء صرح زي بنك المعرفة المصري، فكرة استعادة ثقافة التعلم، كل دي أمور كنا بنتكلم فيها مع السادة الأساتذة، وتم الاتفاق على ان الاساتذه في يعني تخصصات كتير هيبحثوا مع بعض التجارب والدروس المستفاده من تجربه تطوير التعليم المصري. المؤتمر بيستهدف بناء قدرات شباب الباحثين بالجامعه والجامعات الاخرى، وبيحاول ان يكسبهم مهارات المشاركه في المؤتمرات، المهارات المختلفه للمشاركه في المؤتمرات. هيشارك في المؤتمر السنه دي في دورته الثانيه ما يقرب من 70 بحث في المجالات المختلفه للعلوم الانسانيه. عندنا مؤتمرات في محور العلوم القانونيه، وعندنا عندنا ابحاث في محور العلوم التربية الرياضية، وعندنا أبحاث في محور العلوم التجارية والاقتصادية وغيرها من فروع العلوم الإنسانية. بسبب التطور التكنولوجي السريع والمتلاحق أدى إلى وجود حاجة لدمج البيئات التقليدية مع البيئات الإلكترونية، فظهر اللي هو بيئة التعلم المقلوب، وفي دراسات كتير أكدت على فعالية التعلم المقلوب. وأنا استخدمت في بيئة التعلم المقلوب نمطي الدعم المعلم والأقران، لأن البيئة دي بتتيح إن هي بتقدم لي نمطين الدعم دول. ونظرا للفروق الفردية بين المتعلمين، فأنا اهتميت بالأسلوب المعرفي المخاطرة والحذر، لأنه من أكثر الأساليب المعرفية المرتبطة ببيئة التعلم المقلوب ومصدر الدعم. في دراسات كتير اتكلمت إن في ضعف في مهارات التحدث والكتابة لغير الناطقين باللغة العربية على بقى الدول، يعني في الدول المختلفة، فأنا بحاول أنمي المهارتين دول باستخدام استراتيجية لسه مقترحة قايمة على حاجتين، الأول أو قايمة على مدخلين، أو المدخل اللي هو الاحتياجات اللغوية، ان انا بشوف الاحتياجات اللغوية بتاعتهم هم محتاجين ايه، ومن خلالها اعمل لهم حاجة اسمها انغماس لغوي في البيئة اللغوية علشان اعرف انمي عندهم المهارتين بتوع التحدث والكتابة. فبناء على ان انا مثلا ممكن اخدهم في اماكن موجودة هنا في مصر، ان انا اروح بيهم مثلا سوبر ماركت، ان احنا نتعامل مع الناس، وده كله هينمي عندهم مهارة التحدث والكتابة. انا شغال على محصول فراولة، فالبحث ده انا قست عرفت ايه التغيرات المناخيه اللي بتحصل على محصول الفراوله، وازاي انا كيف معاها، او ازاي انا اواجه التاثيرات السلبيه بتاعتها. استفدت من المؤتمر، يعني انا طبعا دي مجموعه من الابحاث اللي انا بقدر ان انا استمع ليها، واللي انا اقدر ان انا اطلع بفكره جديده ممكن ليها تفيدني في الحياه العمليه بتاعتي. دور البحث في التعرف على مشكله البحث الرئيسيه، في التعرف على الدور الوسيط لتجارب العملاء في العلاقه بين إدارة علاقات العملاء الإلكترونية والفعالية وتحقيق الفعالية التسويقية لشركات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية. الاستفادة نقل الخبرات وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة. في احتفالية بمحافظة الأقصر تم افتتاح لائحة ملوك الأقصر الكرنك، واللي بتضاهي قائمة ملوك الكرنك الشهيرة اللي موجودة
في متحف اللوفر في باريس. لائحة ملوك الكرنك هي عبارة عن لائحة منقوش فيها أو على جدرانها تحديداً في معبد أمون أسماء الملوك الفراعنة اللي حكموا مصر منذ عهد الأسرة الأولى. تعالوا نتعرف أكثر عن هذه اللائحة وما تضم من أسماء وأعمال الترميم أيضاً اللي تمت ليها في هذا التقرير. منطقة معابد الكرنك بمحافظة الأقصر شهدت افتتاح لائحة ملوك الكرنك التي تضاهي قائمة ملوك الكرنك الشهيرة المتواجدة في متحف اللوفر في باريس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات لها خلال الفترة الماضية. وتساهم عملية إعادة تركيب هذا المستنسخ من القائمة بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء. وبعد الافتتاح رسمياً توافد السياح واستقبلت معابد الكرنك أول فوج سياحي أمريكي لزيارة مستنسخ لقائمة ملوك الكرنك. ولائحة ملوك الكرنك هي عبارة عن قائمة منقوشة على جدران معبد آمون وتتضمن أسماء الفراعنة الذين حكموا مصر منذ عهد الأسرة الأولى، كما تشتمل أيضاً على ظهور الملك تحتمس الثالث وهو يقدم قرابين على أرواح 61 ملكاً. معنا على التليفون الدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا، صباح الخير استاذه منى، واهلا بيك استاذ احمد وكل المشاهدين. اهلا بيك. خلينا بس نقول الاول، ايه هي لائحه ملوك الكرنك وبتشتمل على ايه؟ لائحه ملوك الكرنك او ما يعرف باسم غرفه الاجداد او قائمه الملوك هي غرفه بتحتوي على نقش ل 61 ملك، بيبداوا من عصر اسم الملك سينفرو مؤسس الاسره الرابعه وانتهاء بالملك تحتمس الثالث. القائمه دي اقامها الملك تحتمس الثالث سنه 1445 قبل الميلاد، علشان تكون مقر للعباده الخاصه بعباده الاسلاف اللي هي كانت منتشره طبعا في ذلك الوقت. كان في تماثيل كثيره للملوك في ارجاء الكرنك، فلاول مره بيتم تجمعهم في مكان واحد، ودي اقامه طبعا تحتمس الثالث، وتعتبر واحده من اهم نقدر نقول المصادر الخاصه بالتاريخ المصري القديم. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين لائحه ملوك الكرنك اللي موجوده في الاقصر واللائحه اللي موجوده في متحف اللوفر في باريس؟ اللائحه اللي موجوده في متحف اللوفر في باريس هي نقدر نقول النقش الاصلي، او هي النسخه الاصليه اللي موجوده اللي اتخذت من معبد الكرنك سنة 1843. قائمة الملوك دي كانت المفروض موجودة في المكان ده في معبد الأخ منوف في الكرنك، لكن جه أثري فرنسي اسمه بريس دافين أخذ الكتل الخاصة بالغرفة دي ووداها لفرنسا، راحت في اتعرضت في كذا مكان لغاية لما استقرت في متحف اللوفر في فرنسا سنة 1919. فتعتبر هناك هي النسخة الأصلية. اللي موجودة عندنا هنا دي ريبليكا، او تقدر تقول حضرتك مستنسخ من النسخه الاصليه بنسبه 1:1. نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن ان حصل ترميم وحصل تطوير، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان هو طبعا كان سنه في السبعينات من القرن الماضي المركز المصري الفرنسي بالكرنك عمل نسخه تبقى الاصل من الاصل اللي موجود في متحف اللوفر، ولكن كانت من الجبس، وكان طبعا مع مرور الوقت بقى لها حوالي يمكن 50 سنه، فطبعا تاثرت وتقريبا انمحت معالمها خالص. لغايه لما فكرنا في فكره ان احنا نتواصل مع متحف اللوفر في فرنسا وان هم يعملوا تصوير 3D موديلنج للقائمه اللي موجوده عندهم، وبالفعل اتعمل الموضوع ده وخدناها احنا في شركه كنوز مصر التابعة طبعا لوزاره الاثار. وقدروا ان هم يعملوا مستنسخ بشكل طبعا افضل جدا جدا من المستنسخ اللي كان موجود قبل كده. وجينا ركبناه، استغرق الموضوع ده حوالي يمكن 3 شهور من التصنيع والتركيب لغايه لما تم افتتاحه امس بحمد الله. نعم. طيب دكتور، يعني عاوز اعرف برضو من حضرتك ايه ابرز عوامل الترميم والتطوير اللي تم العمل عليها في هذا المتحف وهذه اللائحه تحديدا؟
يمكن معبد الاخ منو اللي موجود في معابد الكرنك اللي هو يعتبر ده جزء منه، الغرفه دي جزء من المعبد ده، كان اتعمل فيه ترميمات كتيره جدا جدا، منها ترميمات لاظهار الالوان والنقوش بشكل جميل جدا. يعني احنا بنشتغل في الكرنك بسياسه على طول ان احنا بنخلص اثر بنخش في الثاني على طول، ترميمات دوريه وكده. بالنسبه للغرفه دي تم اعاده بناء الاجزاء اللي كانت متهدمه منها من قديم الازل، يعني من زمان خالص، وقعدنا بناءها مره ثاني باحجار هي نفس الاحجار اللي هي كانت موجوده، طبعا الحجر الرملي. وبعد كده جبنا المستنسخ اللي هو عباره عن السطح الخارجي للنقوش بعرض حوالي يمكن 7 سم، وتم تركيبه على الجدران اللي هي في نفس المكان الاصلي اللي كانت موجوده فيه النقوش الاصليه اللي هي موجوده حاليا في متحف اللوفر. نعم. طيب كل الناس اللي اشتغلت في اعمال التطوير والترميمات كلهم مصريين ولا تم الاستعانه بخبراء اجانب للمساعده، يعني نظرا طبعا لدقه اعمال الترميم اللي حصل؟ بالنسبه لعمل الريبليكا او اللي هو نقدر نقول المستنسخ ده، لا كله اتعمل بشكل مصري باستثناء طبعا اللي هو التصوير اللي هو ثلاثي الابعاد، ده طبعا اتعمل علشان هو اتعمل في فرنسا يعني. لكن كل التصنيع وكل الترميمات وكل الحاجات اللي حصلت في الغرفه بايدي مصريه خالصه والحمد لله. الحمد لله. طيب دور بقى اللائحه في عمليه جذب الوفود السياحيه عليها وخاصه المقبلين على منطقه معابد الكرنك الاثريه؟ بطبيعة الحال وجود لائحة الملوك في الكرنك هيسبب طبعا جذب كبير للأجانب والسياح الزوار، لسبب بسيط ان دايما معروف ان التاريخ المصري القديم وترتيب الملوك لهم 5 مصادر أساسيين، احداهم اللي هي قائمة الملوك الخاصة بمعبد الكرنك. كتير جدا من الناس المهتمين والزوار والمرشدين دايما بيجوا يسألوا فين مكان قائمة الملوك، صحيح. وكانوا بيجوا قبل كده طبعا بتبقى مش واضحة خالص، مش واضحة تماما، لكن لما تتعمل وتظهر بهذا الشكل بالتأكيد طبعا في ناس كتير كانت حريصة انها تزور امبارح. يعني احنا الكلام ده كان امبارح قبل الظهر مثلا، هنتكلم على الساعة 11 الظهر، لكن كان في بسم الله ما شاء الله اقبال شديد جدا من الناس ان هم يجوا يشوفوها لأول مرة ويبتدوا يعرفوا ترتيب الملوك بداية من عصر الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وطبعا هو والد الملك خوفو بني الهرم الأكبر. فبالتالي بيشوفوا ان في ارتباط في ملوك الحضاره المصريه القديمه، وبيشوفوا السجل بتاعهم وتقديسهم طبعا عبر النقوش. طبعا دي حاجه مهمه جدا وان شاء الله تساهم في زياده، يعني نقدر نقول ان احنا امام عامل جديد من عوامل جذب السياح لمنطقه الكرنك تحديدا، اللي يمكن شفنا تطويرها بشكل لائق يليق بمصر والمصريين والحضاره المصريه العظيمه الاصيله تحديدا. في الحقيقه في النهايه كده انا ليا سؤال سريعا لو حضرتك تسمح لي، يعني عاوز اعرف ايه الدعوه اللي حضرتك تقدر تدعوها للمصريين بقى علشان يزوروا معبد الكرنك؟ بالتاكيد يمكن معابد الكرنك من ضمن اكبر المعابد اللي موجوده في العالم واكثرها ثراء على الاطلاق. الناس اكيد لازم لما تيجي هتشوف حاجات حلوه جدا جدا وتعرف تاريخها، وهتشوف كمان عظمه مش بس المصريين القدماء، لكن الشغل اللي بيحصل حاليا تطوير تيسير سبل الزياره، تقديم الخدمات، حاجات مهمه جدا جدا. اتمنى من كل المصريين هم طبعا يشرفونا في معابد الكرنك. تمام، بنشكرك دكتور مصطفى على يعني هذه المعلومات القيمه وكل التوفيق طبعا فيما تبذلوه من اجل تعظيم الموارد السياحيه. طيب نروح لموضوع آخر لا يقل أهمية، لأن إحنا يمكن منا تابعنا على مدار السنوات اللي فاتت دعم الدولة وتكثيف الجهود من أجل تمكين ذوي الهمم تحديدا، وشفنا قادرون باختلاف وغيرها من الفعاليات الكبرى اللي بتنظمها مصر علشان خاطر تقدر اللي هي يعني تدمج هذه الفئات. وبنتكلم هنا على دمج في مستوى يعني كل القطاعات الخاصة بالدولة، سواء كان سياسيا اقتصاديا تعليميا أيضا وأكاديميا. عشان كده الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في السنين اللي فاتت لدعم ذوي الاحتياجات البصرية ودمجهم في مختلف القطاعات، وكمان تمكينهم سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى التعليمي والأكاديمي. ده حقيقي. خلينا يعني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين نروح لنموذج
من النماذج المصرية المشرفة من أصحاب ذوي البصيرة تحديدا، اللي قدر أنه هو يحقق نفسه على المستوى التعليمي والأكاديمي ويحصل على ماجستير في علوم النقل تحديدا. ونرحب بالأستاذ أحمد شحاتة اللي معنا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد صباح الخير، يعني أتمنى أن حضرتك لو تقدر تقف في مكان فيه شبكة أفضل. أنا متجرش. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. يعني اليوم العالمي للمكفوفين، كل سنة طيبين. تفضل. لما نيجي نتكلم عن دعم الدولة لذوي الاحتياجات البصرية ودمجهم في مختلف القطاعات، تفضل يا دكتور. طيب هو يبدو يعني ان في مشكله في الاتصال مع استاذ احمد، كنا نتمنى انه يقول لنا ازاي تم تمكينه امكن يعني دراسيا في المستوى التعليمي تحديدا والاكاديمي. بس احنا خلينا نتكلم يا احمد ان احنا يعني بنحصد المجهود اللي حصل على مدار سنوات. يعني احنا كنا اقصى امنيات ذوي القدرات الخاصه انهم يبقوا عارفين يتصرفوا في التفاصيل الصغيره، انهم عارفين يتصرفوا في امورهم الحياتيه صحيح. لوحدهم من غير ما يعتمدوا على حد، لكن اديني فرصتك. اتفضلي خدي فرصتك. انهم يعرفوا يتصرفوا لوحدهم من غير ما يحصل حاجه، لكن فكره الوصول لمناصب وفكره انهم قادرين يتحركوا بمنتهى السهوله، خصوصا ان عندهم قدرات فقادرين يعظموها صحيح. ويستخدموها ويطوروها. عارفه حضرت ورشه عمل في 2016 انا متذكرها جيدا، كانت النسخه الاولى لمنتدى 2017 النسخه الاولى لمنتدى شباب العالم. وكان على هامش الفعاليات دي كان موجود زي وركشوب كده او ورشه عمل معموله لذوي القدرات الخاصه تحديدا. وقعدت وكان ليا يعني شرف اللي انا تحدثت معاهم، كان اقصى امانيهم ان يبقى عندهم رامب موجود على الرصيف عشان خاطر يقدروا يتحركوا بالكراسي المتحركه بتاعتهم ويعرفوا يركبوا وسيله المواصلات. الكلام ده في 2017. النهارده بنتكلم في 2023 اصبح عندهم اتاحه الحمد لله بفضل يعني القياده السياسيه اللي كان عندها اراده وعزيمه، اللي هو لا تمييز ما بين ابناء الشعب المصري، ولازم كلهم ياخدوا حقوقهم وامتيازاتهم اللي كفلها ليهم الدستور. فشفنا النهارده عندنا وسائل نقل ذكيه فيها اتاحه للمكفوفين تحديدا وذوي القدرات الخاصه ازاي يقدروا يتعاملوا معاها. نفس القصه الرامب اللي هم كانوا بيتمنوا انه يبقى موجود، شفنا الشوارع كلها بعد تطويرها ورفع كفائتها اصبح فيها اهتمام جدا بهذه الفئه تحديدا. فده اللي بياكد ان احنا مش عاوز اقول على الطريق الصحيح عشان الناس هتفتكر ان انا بقول شعارات براقه والكلام ده كله، بس فعلا في تغيير بيحصل الصحيح. يعني هو فعلا يعني احنا ماشيين فعلا على التراك زي ما بس لسه يعني دايما رايز يقول لك ده خطوه من 1000 خطوه. هو فعلا لسه قدامنا الطريق طويل، بس لو انت رجعتي وافتكرنا كده من 5 سنين فاتوا 6 سنين فاتوا كان حالنا ايه، كنا الطرق عامله ازاي، النهارده بقينا عاملين ازاي، لا بقى في اتاحه وبقى في يعني حياه كريمه لكل فئات الشعب المصري، حتى اخواتنا من المكفوفين اللي بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العالمي ليكوا يعني من يعني هذا المنبر العظيم. صباح الخير يا مصر، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويا رب تمكين اكتر واكتر اكيد، ونقل على نفسنا بقى ما يتمكنوا اكتر واكتر. دلوقتي مشاهدينا الساعه 8 بتوقيت القاهره، ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك. من الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن لبحث مستجدات الوضع الاقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزه. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيسين السيسي وبايدن اتفقا على خطوره الموقف الحالي واهميه احتوائه بما لا يسمح باتساع دائره الصراع وتهديد الامن والاستقرار الاقليميين. واوضح متحدث الرئاسه انه تم التوافق خلال الاتصال بشان اولويات حمايه المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما بحث الرئيسان السيسي وبايدن خلال الاتصال الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام بالشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. تواصل مستشفيات شمال سيناء برفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات لاستقبال الحالات من قطاع غزة. وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية. كما تم وقف إجازات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية في قطاع غزة. وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. ومن جانبه عبر المندوب الرئيسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نبنزيع عن أسفه لبقاء المجلس رهين الوفود الغربية. ومن جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا نسيبة إن المدنيين في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ليصل إلى 2837 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12,000 شخص. وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من 1,000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب. وقالت المتحدثة باسم الوكالة جوليت توما إن المياه لا تزال منقطعة عن معظم السكان في غزة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون 24 ساعة القادمة. أعلنت بلجيكا مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية في العاصمة بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولزا بالفرار على دراجة نارية. ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو الحادث بالاعتداء الجبان داعيا مواطني إلى وحدة الصف في مكافحة الإرهاب. وأعلن متحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بفتح تحقيق في الهجوم. ورياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري الودية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. تقدم حمدي فتحي بهدف للمنتخب الوطني قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للمنتخب الجزائري. تأتي المباراة الودية في إطار معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك منافسات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. اليومين اللي فاتوا ابتدت بعض المدارس انها تدرب طلابها في سنه اولى اعدادي على نظام البابل شيت، ده طبعا عشان تعرفهم ازاي يقدروا يتعاملوا مع النوعيه دي من الاسئله اللي بتقيس مستويات التفكير المختلفه واللي كنا فعلا محتاجينها في يعني السنين. ايه هو البابل شيت؟ انا عاوز اسال السؤال ده. نقدر نسال يعني عندك انت اجابه ليه ولا دكتوره إلارية هي اللي هتقول لنا الاجابه؟ طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن البابل شيت من خلال الدكتوره إلارية عاطف زكي خبيره المناهج وطرق التدريس. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير يا احمد وصباح الخير يا منى وصباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. يعني يا دكتور بنكبر الموضوع قوي وبابل شيت و يعني اساليب جديده في التعليم ما كانتش على ايامي، فانا عاوز اعرف يعني معلش اعذري جهلي وعاوز اعرف البابل شيت ايه اختلافه عن طريقه الاسئله التقليديه اللي كانت موجوده قبل كده في المدارس. احنا بنحاول ندرب ولادنا على انماط كتير من الاسئله زي الاسئله الموضوعيه. الاسئله الموضوعيه هي الاختيار من متعدد. فبالتالي احنا محتاجين ولادنا يتدربوا على ازاي يختاروا من متعدد فرق البابل شيت. الموضوع سهل خالص وبسيط. تمام، اختيار من متعدد يا دكتوره يعني الموضوع عادي اتربينا عليه وعارفينه يعني. بالظبط، لكن الفكره هنا بس في نمط السؤال انه دلوقتي بيخاطب مهارات تفكير عليا،
يعني بيحاول يخاطب مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتقييم والإبداع عند الطالب. احنا زمان كنا اختر من متعدد، ده كنت تذكر. صحيح. احنا بنحفظ السؤال وزي ما بيجي بالظبط بيجي في الاختيارات من متعدده، فاحنا كنا بنعرف بالشبه كده الجمله دي تتكمل بالكلمه دي يبقى هي دي الاجابه صح. لكن الموضوع دلوقتي بقى مختلف شويه، لان احنا بنعد جيل قادر على التعامل مع الثوره الصناعيه الرابعه، فبالتالي ما ينفعش اعده بمهارات الحفظ والتلقين. صحيح. زي ما كنت بتعلم انا وحضرتك وكثير من اللي بيسمعونا دلوقتي. فاحنا محتاجين ولادنا يفكروا بشكل ابداعي، بشكل ابتكاري، بشكل فيه فهم وتطبيق بشكل كبير لمهارات حياتيه. فعشان كده احنا محتاجين ولادنا يتدربوا على النمط ده من الاجابات والاسئله علشان يقدروا يواجهوا بقى ده في الثانويه العامه، وما نسمعش بقى الصرخات بتاعه اولياء الامور. احنا اول مره ولادنا يمسكوا بابل شيت، احنا اول مره نشوف النوعيه دي من الاسئله. صحيح. لا، ولادنا يتدربوا عليها من اول اعدادي، وهيتم غرسها بشكل معين طبعا بشكل علمي وتربوي سليم وفي قياس وتقويم بشكل عالي جدا، علشان نضمن ان ولادنا مؤهلين للاجابه بالشكل ده في مرحله مهمه زي الثانويه العامه. دكتوره، الميكس اللي حاصل في استخدام نظام البابل شيت، الميكس ما بين الاسئله المفتوحه اللي كنا متعودين عليها عشان كل واحد يقدر يبدع، وما بين الاختيار المتعدد او المالتيبل تشويس في الخيارات، يعني الاختيارات اللي موجودة كلها إجابات مفتوحة وبتعتمد على تركيز وفهم الطالب. هي مش إجابات مفتوحة، هي بتبقى اختيار من متعدد، يعني هيختار من ألف ب ج د. هو ده الاختيارات من متعدد أو الأسئلة الموضوعية اللي بنقول عليها. لكن إحنا أنا أتخيل أنه طبعا إحنا مستحيل نبعد عن الأسئلة المقالية، لأن أنا برضو محتاجة مهارات الإبداع تبان عند الولاد في شكل كتابات إبداعية. فده موجود وراسخ جوه التقييم بتاع ولادنا في مرحلة التعليم الأساسي بالتحديد، لأنه مستحيل أقول الولد في أولى إعدادي عنده 12 سنة أنت مش هتجاوب بشكل كتابي ومجرد أن أنت هتظلل الإجابة صحيح. الصح. لا، أنا محتاجاه يفكر ويبدع ويكتب، علشان أنا شخصيته هتبان في الكتابة، فأقدر أعمله عملية تقييم وتقويم. لو عنده قصور في مهارات القراءة والكتابة أقدر أكتشفها وأعالجها. لو عنده قصور في مهارات التفكير بشكل ابتكاري وإبداعي ومقالي أقدر أعالج الموضوع. صحيح. ده بشكل كبير جدا قبل ما يوصل لمرحلة هيبقى صعب فيها العلاج. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف من حضرتك بقى مردود ده على يعني الطلاب، يعني هذا النوع من الأسئلة تحديدا، الاختيار من المتعدد أو البابل شيت، انعكس ازاي على الطلاب ايجابا وخصوصا طلبه الصف الاول الاعدادي؟ هو خلينا نقول ان الموضوع لسه ما تمش تطبيقه، فبالتالي مش هنقدر نقيس التجربه على الصف الاول الاعدادي. خلينا نشوف التجربه بعد تطبيقها ونبدا نقيس ده بعد التطبيق مباشره. يعني ما تعملش حتى يا دكتور ولو عينات زي ما احنا بنقول قياس الاثر؟ هو اتعمل في بورسعيد في الشهاده الاعداديه السنه اللي فاتت، وتم تطبيقها كمرحله يعني زي تجريبي كده. نعم. بورسعيد في ثالثه اعدادي قرر المحافظ انه الاجابه هتكون في بابل شيت، مش هتكون في وده قرار على فكره كان قرار محافظ بالتعاون. صحيح. مع مدير مدرسه التربيه والتعليم في بورسعيد. وتم تطبيق التجربه دي كتجربه فريده، يعني ما فيش حد في محافظات الجمهوريه غير بورسعيد. لم تكرر من قبل. بالظبط، كانت على مرحله التعليم الاساسي دي اول مره بصراحه. نتائجها كانت ايه بقى يا دكتور؟ كانت بدايتها في ثالثه اعدادي. لا، النتائج بتاعت التجربه. النتائج برضو انا مش هقدر اقيس اثرها لسبب. انه الولاد دول امتحنوا ثالثه اعدادي وبعدين دخلوا اولى ثانوي هيجاوبوا بشكل برضو في بابل شيت. يعني هيجاوبوا بشكل اختياري في شكل كبير قوي. لكن انا اقدر اقيسها امتى؟ اقيسها على احنا مش عارفين نعرف هتقدري تقيسيها امتى دكتوره. هو في مشكله في الصوت. كان قطع دكتوره، من فضلك لو نعيد تاني. أنا ما أقدرش أقيسها على التطبيق اللي حصل في بورسعيد، أقدر أقيسها على التطبيق اللي هيحصل على محافظات الجمهورية من أول إعدادي. طب معلش يا دكتور، أنا آسف معلش يعني لو كنت رخم في النقطة دي، ليه مش هقدر أقيسها على الناس اللي اتطبقت عليها في بورسعيد؟ يعني هو أنا لما باجي أعمم تجربة بعد ما بطبقها ولقيتها عملت نجاح، فبالتالي بقول إن إحنا نخلي أولادنا كلهم وإخواتنا يخضعوا لهذه التجربة لأنها تجربة مميزة أو مميزة، وكانت نتيجتها أثرت على ارتفاع مستوى مثلا ذكاء الطالب لنسبة بتقدر بقد كده. النهاردة أنا بعمم تجربة وأنا لسه ما عنديش قياس أثر ليها أو مدى نجاحها كان قد إيه؟ كلام حضرتك مظبوط جدا، إن إحنا محتاجين نقيس أثر التجربة في بورسعيد علشان نقول فعلا الولاد اللي أخضعوا للتجربة دي
كان نسبة تفكيرهم في مهارات التفكير الإبداعي والابتكاري بتعادل مثلا 75% مقارنة بزمايلهم في باقي المحافظات، لكن ده ما حصلش. يعني قياس أثر التجربة في بورسعيد ما حصلش. نعم. مفيش أداة قياس قاسد ده. فإحنا محتاجين بقى لما يتم تعميم التجربة، أكيد التجربة دي هيبقى ليها أدوات قياس وتقويم. نعم. علشان لما أبدأ مع الوحدة الأولى وأطبقها على أولادي بنظام البابل شيت، هاجي أقيس بعض المهارات المكتسبة عند الولاد في الوحدة الثانية. وأشوف المقياس الأول القبلي كان إيه والبعدي كان إيه، وبالتالي أقدر أستخلص نتائج المقياس وأقول أه الولاد دول نما عندهم مهارات التفكير الإبداعي بنسبة 15%. صحيح. الابتكاري كان بنسبة 10% أقل بشوية. فهنا علشان أكمل التجربة أنا لازم أسدد قياس وتقويم يكونوا موجودين جوه التجربة علشان يعملوا اختبار قبلي يقيسوا مستويات التفكير عند الولاد، وبعد التجربة يقيسوا اختبار بعدي ونقيس بقى الفرق بين الاثنين عشان أعرف نسبة التغير في مهارات التفكير عند الولاد إيه. لكن ده ما حصلش في بورسعيد. في بورسعيد اكتفينا أن احنا نعمل التجربة بشكل احنا هنعمل بابل شيت. طب عملنا بابل شيت، جبنا الولاد وعملنا اختبار قبلي وبعدي عشان أشوف مهارات التفكير عندهم وصلت لفين؟ لا ده ما حصلش. فبالتالي التجربة في بورسعيد لم تكتمل. لا. احنا بقى أنا يعني أكاد أن أجزم أن الموضوع خارج من مركز التقويم التربوي، فبالتالي أدوات القياس والتقويم محددة بشكل كبير جدا، العاملين على المنظومة مرتبين بشكل كبير جدا طبعا وممتلكين أدواتهم ومهاراتهم. فبالتالي هيبقى فيه اختبار قبلي وهيبقى فيه اختبار بعدي وهيبقى فيه قياس أثر كل فترة أو كل وحدة دراسية علشان نعرف إيه أوجه القصور والقوة، ونقدر نقف على جوانب الضعف في التجربة ونقدر نقويها. نعم أكيد بالتوفيق لكن دايما. لكن هي تجربة إن شاء الله يعني نتمنى لها النجاح. إن شاء الله نتمنى لها النجاح يا رب. كل الشكر ليكي دكتورة إيلاريا عاطف زكي خبيرة المناهج وطرق التدريس، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني هي تجربة بيتمنوا لها النجاح، وأنا كنت أتمنى لو يبقى عندنا قياس أثر نعرف التجربة قبل ما نعممها عشان برضو ما نخمطش الولاد معانا يعني نعمل حاجة. بس إن شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت دكتورة إيلاريا نتمنى لها النجاح ويتعمم بعد كده. إذا كانت أحمد في حاجة شبه كده مطبقة اللي هي كان التطوير اللي كان حصل في نظام رابعة ابتدائي. صحيح. اللي هو الولاد بيختاروا الاختيار من المتعدد وأسئلة بسيطة جدا مش مقالية ولكن بالتعبير بالألفاظ لأنهم طبعا بسيط. صغيرين. فأعتقد إن هو ابتدى بشكل أو بآخر، هو ده التعليم الموجود الإبداعي في كل اللي العالم واللي شبه يعني جودة تعليم مصرية تضاهي جودة التعليم الدولية. فعلشان كده أعتقد إن هو ده الاتجاه. طيب تعالي نروح لموضوع آخر بقى، واستقبال موسم الشتاء. دينا شرف قالت لنا خلاص الجو خريفي وبدأ دخول فصل الشتاء يعني تدريجيا علينا يعني، فقولنا الشتاء هيبقى عامل ازاي مع وجود المتغيرات المناخية اللي موجودة حاليا يعني. الوقت اللي بنستعد فيه لاستقبال موسم الشتاء زي ما انت عارف بيتم دلوقتي العمل على تجهيز كل مشروعات الحماية من أخطار السيول، وكمان تطهير أماكن المخرات للسيطرة على حركة المية وتوفير الحماية اللازمة للناس عشان ما يحصلش أي حوادث مؤسفة. صحيح. يمكن كمان وزارة الموارد المائية والري شغالة دلوقتي على تطوير وتنفيذ حوالي 1600 مشروع للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمختلف الأماكن. تعالوا نتعرف على أهم هذه المشروعات من خلال هذا التقرير. تزامناً مع دخول موسم الشتاء تنفذ وزارة الموارد المائية والري حوالي 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول وتوفير عوامل الأمان اللازمة للمواطنين والمنشآت. تستهدف خطة بناء المنشآت والسدود العمل على حصاد مياه الأمطار وتجميعها لاستخدامها في مناطق التجمعات البدوية في الشرب والرعي وغيرها من الأغراض الخاصة بالأهالي في تلك المناطق. وبجانب تلك الأعمال الإنشائية يتم تشكيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة. كما يتم العمل على تنفيذ خطة لتطهير مخرات السيول القائمة بالفعل لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق ودون حدوث أي أضرار من كثافة المياه.
طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور، بنتكلم على 1600 مشروع للوقاية من يعني السيول لا قدر الله وهطول الأمطار الكثيفة، عاوزين نعرف الاستعدادات والتجهيزات اللي بيتم العمل عليها لمواجهة السيول والأمطار. طبعا ملف الحماية من أخطار السيول ملف هام جدا نظرا لتأثيره المباشر على المواطنين وعلى المنشآت. صحيح. الدولة انتبهت بشكل كبير جدا لهذا الملف وأعطته أولوية كبيرة من عام 2014 حتى الآن نظرا لأهمية هذا الملف وتأثيره. طبعا أعمال الحماية من أخطار السيول هي يعني ثلاث إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين وحماية المنشآت. في عندنا إجراءات بعيدة المدى بتتمثل في مشروعات الحماية من أخطار السيول. نعم. 1600 منشأ تم تنفيذهم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول اللي هي شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، محافظات الوجه الإبري. الهدف اللي هي بتحمي كل يا القرى خاصة كمان ان هي بتقوم بعمليه حصاد لكميات من الكام اللي بيتمها في المناطق. طبعا المناطق دي كلها مناطق صحراويه، فبالتالي التجمعات البدويه الموجوده في هذه المناطق بتقدر تستفيد بشكل كويس جدا لتجميعها من في اعمال الشرب واعمال الرعي. فده امر هام جدا. دكتور محمد عذرا الصوت مش واضح، ارجو من حضرتك تكون موجود في مكان فيه تغطيه افضل للشبكه لان احنا مش سامعين. فبقول لحضرتك هذه حضرتك لو سامعيني كده افضل. اتفضل. فالمنشآت الحمايه ليها دور هام جدا في حمايه المواطنين والمنشآت، ومن جانب اخر في حصاد كميات من الميه اللي بتستخدمها التجمعات البدويه الموجوده في المناطق اللي بتنشأ فيها هذه المنشآت. طيب ازاي بقى بالفعل بيتم العمل على تجميع الميه يدويا من المجمعات البدويه اللي حضرتك بتتكلم عليها لضمان الاستفاده القصوى منها؟ لا، هو عملية التجمع هي المية بتتجمع بشكل طبيعي في مخر السيل. الوزارة بتنشئ السدود دي بيبقى أمامها بحيرات صناعية، المية بتتجمع بشكل طبيعي وهي ماشية في مخر السيل، بتتجمع أمام السد فبتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد. الأهالي بيستخدموها بشكل مباشر في المناطق المحيطة، يا إما بيسحبوا المية بشكل مباشر من سطح البحيرة أو بيحصل ترشيح للمية من جسم هذه البحيرة من تحت من أسفل، المية بيحصل لها ترشيح وعشان تغذي الخزانات الجوفية الموجودة أسفل هذه البحيرة، وحتى البدو بيصنعوا المية تاني من خلال بعض الآبار السطحية بيسحبوا المية تاني من هذه الخزانات الجوفية. إما بيسحبوا المية من سطح البحيرة من فوق أو بيسحبوها من الخزانات الجوفية اللي بتتغذى أيضا من هذه البحيرة. نعم. ده كله بنسميه الإجراء بعيد المدى. أما الإجراء الموسمي اللي احنا بنقوم بيه قبل موسم الأمطار والسيول، فوزارة الري بتقوم بمتابعة تطهير جميع مخرات السيول. في عندنا 117 مخر سيل أطوالهم الإجمالية حوالي 350 كيلو متر في جميع محافظات الوجه الإبلي، بيتم المرور عليهم لضمان ان هم مطهرين بالكامل مفيش اي عوائق، لان وجود عوائق في اي من هذه المخرات هيؤدي الى تجمع المي امام هذا العائق ولا قدر الله غرق المناطق المحيطه بها. فده امر مهم جدا بنكون حريصين على القيام به بشكل موسمي قبل موسم الامطار والسيول. اما الاجراء الثالث هو الاجراءات الاستباقيه. إن عندنا في الوزارة مركز هام جدا هو مركز التنبؤ بالفيضان، المركز دوت مركز متميز بيعتمد على النماذج الرياضية وعلى صور الأقمار الصناعية لتحديد كميات أو التنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها
قبل حدوثها ب 72 ساعة بثلاث أيام، وبيتم إبلاغ كافة الجهات المعنية وكافة المحافظات والوزارات المعنية بهذه التنبؤات، بحيث يتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من كل جهة للتعامل مع مثل هذه الأمطار المتوقعة في أحد المحافظات. نعم، طيب عاوزين نعرف بقى يا دكتور من حضرتك أهم الأماكن اللي تم العمل عليها علشان خاطر يعني يتم وقايتها من أخطار هذه السيول. لا بس حضرتك، هي محافظات كتيرة، يعني احنا في محافظات طبعا شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر بسبب طبيعتهم الجبلية فيهم المئات من أعمال الحماية، أيضا محافظة مطروح ومحافظات الوجه القبلي في مقرات اللي هي جاية من جبال البحر الأحمر بتنتهي على الوجه القبلي. فالأعمال منتشرة في العديد من المحافظات، ويمكن دي طبيعة السيول، السيول الومضية هي مش ثابتة في مكان معين، ولكن كل سنة بتحصل في مكان مختلف وبكمية مختلفة. فممكن السنة دي تحصل في جنوب سيناء، السنة اللي بعدها تحصل في شلاتين، اللي بعدها تحصل في مطروح، وهكذا وبكميات مختلفة. وعلشان كده احنا بنشتغل في جميع هذه المحافظات في نفس الوقت، لان انت ما تعرفش السيول هتحصل السنة الجاية فين، الموسم الجاي هيحصل السيل في المخر دوت او لا، ممكن يبقى في مخر سيل يحصل في السنة دي سيل وبعد كده بعد 10 سنين ما يحصلش وبعدين يحصل سيل تاني. فبالتالي احنا عشان كده شغالين في جميع المخرات، لانه لازم نكون احنا جاهزين. السيل ما ينفعش ان هو يحصل وبعدين اتصرف، لا انا لازم اكون متصرف وبعدين السيل يحصل، انا لازم انا بكون مستعد وعامل منشأ للحمايه، وبعدين السيل لما يجي ممكن بالصدفه يجي السنه دي، يجي بعد سنه بعد خمسه بعد 10، بس لازم منشأ الحمايه اكون انا بنيه، ولما يجي السيل يكون المنشأ موجود. وعشان كده احنا شغالين في المخرات وفي كل الاماكن المعرضه لاخطار السيول، بحيث لما السيل يحصل يكون في المنشأ قائم وجاهز يطبخ هذه الكمية. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، شكرا جزيلا. يعني يمكن الشغل الشاغل اليومين دول يا منى، والحديث دائما عن ارتفاع الأسعار وهتقل الأسعار ولا لا، وكان في تعهد من وزير التموين أثناء مؤتمر حكاية وطن أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بانخفاض الأسعار، وبالفعل بدأنا نشوف بادرة في انخفاض الأسعار، لأن دلوقتي في حملات رقابية مكثفة على الأسواق اليومين دول تحديدا في ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتنفيذ أسعار السلع الأساسية واللي بتشمل سبع سلع أساسية، ووزارة الزراعة بتنظم هذه الحملات علشان تقدر اللي هي تضبط الأسعار إلى حد ما. خلينا نتكلم عن التفاصيل. معانا على التليفون الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ احمد، صباح الخير لكل الساده مشاهدينكم الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بألف صحه. لما نيجي نقول يا دكتور ان في حملات تفتيشيه ابتدت تحصل بالفعل في الاسواق، مهمه الحملات التفتيشيه دي حضرتك شايف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اقول حضراتكم يمكن متابعين مبادره الحكومه لخفض الاسعار واللي اعلن عنها دوله رئيس الوزراء، وهي الاسعار الاساسيه ل أنا عن كاهل المواطن. طيب دكتور استاذن حضرتك لو نقف في مكان فيه شبكة عشان نقدر نسمع حضرتك، لأن الكلام مهم اللي بيتقال. حضرتك معايا يا دكتور؟ كده سامعني كويس يا أستاذ أحمد؟ اتفضل يا تمام، اتفضل يا دكتور. بقول حضرتك إحنا تابعنا مبادرة الحكومة واللي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء لخفض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن. ويمكن الأسعار الغذائية الأساسية يتم خفض الأسعار فيها من 15 أو تم بالفعل من 15 أكتوبر، ومن ضمنها البيض والفراخ الحية والمجمدة، وهيكون نسبة الخفض فيها 15%. هنا تم تشكيل لجان رقابية من وزارة الزراعة، ومعانا مباحث التموين، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وبالتوازي بنتحرك للعديد من المراكز على مستوى محافظات الجمهورية لنستوثق ونتأكد أن بالفعل الأسعار المتفق عليها التزمت بها المزارع والتزم بها التجار والتزم بها جميع الجهات المعنية.
يمكن كمان حضراتكم برضو احنا شفنا قد ايه الدولة المصرية بذلت من جهد الجهيد من اجل توفير العملة للافرادات اللازمة عن الذرة والصويا، واحنا عارفين ان الذرة والصويا والاعلاف اساسا يمكن بتمثل حوالي 70% واكثر من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج اي مشروع للثروة الداجنة، وبالتالي كان برضو لزاما علينا الاستنصاط من ان هذه العملة اللي تم توفيرها للافرادات اللازمة عن هذه الخامات بما يكفي الصناعة وبما يكفي الاحتياجات ان بيتم توجيهها فيما خصصت من اجله ولا يتم تخزينها او حجبها عن السوق بغرض الاستغلال او زيادة الرفع. طبعا الكثير من التجار ومن المزارع ومن المربين ملتزمون تماما في المبادرة، ولكن كل من يخالف هذه المبادرة بتتخذ معه كافة الإجراءات الرادعة والصارمة على الفور. نعم. طيب عاوزين نعرف بقى آلية التفتيش فيما يخص يعني تحديدا الفراخ الحية والمجمدة، لأن احنا بنشوف أسعار متفاوتة في الحقيقة ما بين منفذ ومنفذ آخر فيما يخص المنافذ الحية تحديدا. طيب هي الأسعار المتفق عليها إن هي هتخرج الفرخة الحية من المزرعة ب 65 جنيه علشان تصل ب 65 جنيه حد أقصى. 65 جنيه للكيلو. تصل للمستهلك فرخة حية 73 جنيه للكيلو حد أقصى. نعم. طبق البيت يخرج من المزرعة 115 جنيه حد أقصى علشان يصل إلى المستهلك 125 جنيه بحد أقصى. الفرخة المجمدة بتطلع من المجزر الكيلو ب 100 جنيه تصل للمستهلك الكيلو ب 100. طب خلينا نتكلم معلش يا دكتور في طبق البيض ده تحديدا، حضرتك بتقول يصل للمستهلك بكام؟ 125. طيب الرقابة عليه بتكون شكلها ايه؟ لان انا في الحقيقة انا شاريه ازيد من كده. طيب تقريبا انا شاريه من نفس المنفذ بتاعك. احنا علينا كمواطنين ومستهلكين ان احنا ما نشجعش المنافذ التسويقيه المستغله. اكيد حضرتك انت لو اشتريت اكتر من كده، لو يعني اتحركت شويه بعيد عن هذا المنفذ لمنفذ ثاني وهتلاقيه قريب منه مش بعيد قوي هتلاقي السعر. والله يا دكتور انا شاريه من منفذ من المنافذ الكبرى كمان اللي المفروض انها بتوفر. يعني هتبلغ الجهات اللي انا قلت لحضرتك عليها مباحث التموين، هتبلغ وزاره الزراعه، هتبلغنا في قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه، هتبلغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو جهاز حماية المستهلك، كل هذه الجهات هتتحرك فورا وهتتعامل مع المنفذ اللي بيغالي أو بيبالغ في الأسعار. بس احنا تاني برضو علينا ان احنا ما نشجعش المنافذ التسويقية المستغلة أو التي تبيع بأسعار غير المتفق عليها في المبادرة. احنا حضرتك يمكن انا بكلمك دلوقتي ولجان شغالة على مستوى الجمهورية، احنا رصدنا بالفعل مخالفات وزي ما قلت لحضرتك بنتخذ معاه كافة الاجراءات، ولكن العديد من التجار والمربين ملتزمين. نعم ده حقيقة، يمكن صحيح زي ما حضرتك بتقول، برضو اكون منصف ان في منافذ لما انا سألت برضو لقيت ان السعر كان اقل في المنافذ، والغريب في الامر انها المنافذ مش الكبيرة، مش الهايبر ماركت الكبيرة، لا بالعكس ده المنافذ اللي هي الصغيرة اللي مملوكة لافراد يمكن تجار اصغر هي اللي لحد ما ملتزمة بين المنافذ الكبرى. عشان كده يعني ياريت حضراتكم يكون في رقابة على هذه المنافذ الكبيرة، وحضرتك هنا عارف انا اقصد ايه تحديدا، لي يعني ضبط الاسعار فيما يخص هذه السلع لانها سلع من السلع الاساسية اللي بتهم كل المواطنين. بنشكر حضرتك الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. مشاهدينا احنا لسه فقراتنا مستمرة معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي حلقات. اهلا بحضراتكم. امبارح المنتخب المصري اتعادل قدام نظيره الجزائري في ختام المعسكر الودي في الامارات في واحده من مباريات المنتخب المميزه منذ قدوم فيتوريا لتدريب الفراعنه، وده شفناه وتابعناه على مدار اليومين اللي فاتوا سواء كان يوم الخميس او امبارح. ده حقيقي منا يمكن شفنا مباراه اعتقد الكل من الجمهور خارج مرضي الى حد ما، لان شايف اداء المنتخب كان مختلف رغم ان هو كان مطرود منه واحد، لكن كنا بنلعب حتى اخر وقت. في فرص ضيعناها، لكن خلونا نتكلم بتفاصيل اكتر، وانا بحب ادي العيش لخبازه. لو هنتكلم عن تحليل ما حدث
بالأمس، يبقى يعني لا يفتى وضيفنا الكريم الأستاذ يعني طارق رمضان الناقد الرياضي، ضيف عزيز عندنا في الاستوديو. صباح الخير يا أستاذ طارق. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير دكتور. منور يا أستاذ طارق. يعني شفت زي المباراة بالأمس، ولو هنتكلم يمكن الناس كانت مبسوطة لأنها كانت بتقارن عما حدث في مباراة زامبيا، فشايفة أن في أداء مختلف إلى حد ما كبير رغم أن في فرص ضايعة. بصوا، معسكر الامارات المكاسب بتاعت يعني احنا كسبنا منه كتير جدا. اولا طبعا تواجد جمهور سواء المباراتين امبارح، صحيح جمهور الجزائر كان اكتر مننا لكن عندنا جمهور متواجد، عندنا ماتشين مهمين مختلفين تماما في المدارس. مباراه زامبيا لعبناها بشكل، ومباراه الجزائر لعبناها بشكل. في مباراه زامبيا طبعا هم فرضوا عليك الاسلوب بتاعهم، بمعنى انه انت بقيت مسيطر وهم بيدافعوا بيلعبوا على هجمه مرتده. النتيجه اللي انت برضو ضيعت فرص يعني ده في مباراه زامبيا، والنتيجه خلصت في اخر دقيقه 1-0، حمدي فتحي هو اللي جاب الجون زي برضو مباراه الجزائر. الجزائر طبيعه مختلفه تماما، يمكن فيتوريا في ماتش زامبيا لعب بتكتيك الطبيعي بتاعه، صحيح كان مطلع النني تحت راس الحربة وبيلعب بطارق حامد وحمدي فتحي ارتكاز. امبارح عدل شوية في التشكيل في البداية، خرج طارق حامد ولعب بالنني في مكانه كخط نص ارتكاز جنب حمدي فتحي، ونزل زيزو على أساس أنه هو مدخل محمد صلاح في النص على أساس أنه يلعب برضه بنفس الطريقة بتاعته 4-2-3-1، لكن مع بعض التغيرات شوية، ان هو خلى مصطفى محمد اللي هو المهاجم ينزل تحت ويتبادل مع محمد صلاح، في حين انت فرضت اسلوبك على الجزائر. الجزائر ما بتلعبش لعب مقفول زي زامبيا. صحيح. احنا عندنا مشكلة جامدة جدا مع الفرق اللي هي بتقفل وتلعب على هجمات مرتدة. الجزائر ما بتقفلش، انما بتلعب ماتش مفتوح، بتسيطر وبتهاجم وبتروح. عندها مشكله ان هي بتحاول دايما تخترق من سواء من الاطراف او من العمق، يعني ما بتستخدمش مثلا التسديدات من بعيد، ما بتستخدمش طرق تانية، لا هي دايما عايزه تروح سواء عن طريق الاجنحه او من القلب. انت امبارح اتعاملت مع المباراه بطريقه تانية في ناحيه التخطيط، لكن النتيجه اللي احنا بنطلع منها من المباراتين ان انت عندك فرص كتيره بتضيع منك، عندك الطرق الدفاعية بتاعتك محتاجة إعادة نظر شوية. دور محمد صلاح ما بيبقى فايق وبيتعدد الأدوار بتاعته، صحيح امبارح كان بيسيطر على الكرة كتير، ما بيلعبش من لمسة واحدة، مستغلا طبعا انت ناقص منك لاعب في الدقيقة 37، لكن لابد ان انت بتبص على الجهات التانية. فرص ضايعة من انفرادات، يعني انت فرص سهلة جدا بالنسبة لك تقدر تخلص بها ماتش مهم زي ماتش الجزائر. اثنين، اما بيحصل نوع من الارتداد عليك وضغط متواصل زي ما شفنا في اخر لحظات، انت عندك حارس كبير جدا اللي هو محمد الشناوي شال اكتر من كره، لكن اما بتلعب على هجمه مرتده لابد ان انت تخلص المباراه. في دروس مستفاده كتير، لكن احنا طبعا عندنا مشاكل في انهاء الهجمه، مشاكل في ضياع الفرص. احنا بنقدر بنخلق فرص كويسه جدا للتهديف ما بنستغلهاش، لكن برضو بتظهر لك لعيبة مميزة لسه محتفظة بتاريخها زي تريزيجيه. تريزيجيه اخطر لاعب امبارح سواء في ماتش زامبيا او ماتش الجزائر، متفوق كتير جدا على عمر مرموش. فبالتالي عندنا مكاسب الماتشين طلعوها لنا، لكن الاداء امبارح خاصة ما يبقى ناقص عندك لاعب فتقدر تغير داخل الملعب. الحقيقة الراجل امبارح غير داخل الملعب بسرعة جدا. صحيح. سحب زيزو لانه هو مش هيلعب 4-3-3، رغم ان هو كان بيلعبها فعلا على ارض الواقع، لانه كان بينزل مصطفى محمد. البعض كان بيطالب ان مصطفى محمد يطلع مكان زيزو، لكن مصطفى محمد ليه دور تاني خالص، مش في دور ان هو بيضغط على الدفاع، بيأخره شويه، ما بيزيدوش بطريقه كتير عليك، فبيقلل الضغط عنك شويه. فديت بعض الحاجات اللي هو كان دايما حاطط عينه عليها، لكن جمال بالماضي فضل مصمم على طريقته اللي هو بيشتغل عليها. وواضح ان فيتوريا شاف ماتش الراس الاخضر والجزائر اللي تفوقت عليه 5 على الراس الاخضر 5-1، على اساس ان هو بدا يقفل الجناحين كمان، طبعا محمد هاني وكمان نزول محمد حمدي. يعني هو عمل 3 جبهات امبارح، جبهه محمد حمدي مع تريزيجيه، جبهه محمد هاني
مع زيزو مكان موجود وفي النص حرك محمد صلاح في أكتر من مكان، لكن في النهاية في استفادات كتيرة جدا المنتخب استفاد بيها امبارح من الماتشين. وده امبارح وهي بتتفرج كانت مبسوطة. مش عارفة بقى فيتوريا أرى الملعب صح اتعامل ازاي بعد، خصوصا بعد الطرد، يعني احنا كنا ناقصين واحد، برغم من كده الأداء كان كويس قوي. المنتخب بعد الطرد كمان ابتدى من انه كان مكتوم ومضغوط للهجوم، الموضوع تم إعادة صياغته وكأن كان الطرد يعني من بعدها حصل. ما هو المنتخب انتعش وبشد، قدرات اللاعبين اللي موجودين في قلب الملعب تديكي الطريقة اللي هو بدأ يغيرها. أنا عندي لعيبة بتقدر تلعب من أكتر مكان، هو كل اللي عمله سحب زيزو خلاص أنا مش محتاجه في الفترة دي، أنا محتاج مدافع، نزل عمر كمال عبد الواحد عشان يقوم بالدورين، عمر كمال عبد الواحد لاعب بيجيد اللعب في أكتر مكان، فيقوم بدور المدافع مكان محمد هاني لأنه بيلعب وفي نفس الوقت هو اللي بيزيد مكان زيزو، فبالتالي التغيير البسيط ده ورجع لطريقته العادية اللي هي إيه؟ اللعب على هجمة المرتدة اللي أنا بستغل فيها سرعات محمد صلاح وسرعات تريزيجيه من الناحيه الثانيه ووجود مصطفى محمد اللي هو بيسند للاثنين، فبالتالي قدر ان هو ما يتحسيش ان اللعيبه نقصت، لكن الضغط عليك كان كتير جدا بعد خروج محمد هاني. صحيح ما راحوش بفرصه يعني نقدر نقول عليها انفراد واضح بمحمد الشناوي، وهو معتمد كمان على وجود خط دفاع مميز، يعني الاثنين الارتكاز والمدافع اللي نزل مع وجود حارس مرمى ده بيقلل خطورة الهجوم عليك، لكن بالطبع الجزائريين ضاغطين طول المباراة بعد خروج هاني كمان، كان في توفيق كتير جدا في قطع الكرة وإيقاف رياض محرز، فبالتالي هو استخدم غير الطريقة، بدل ما كان ضاغط على الجزائر وبيحاول يستغل الضغط على المدافعين بدأ يرجع تاني لطريقته اللي هو إيه، خلاص بلوم الاستحواذ ليهم زي ما هم مسيطرين ويلعب على هجمات المرتدة اللي هي بتستغل بقى فيها فرص والمساحات. صحيح هو ما استغلش المساحات اللي كانت موجودة في خط دفاع الجزائر كتير جدا، يعني انت هتلاحظ كل المساحات اللي كان بينطلق فيها تريزيجيه مع محمد صلاح المساحات دي كان مفترض ان هو يستغلها اكتر لإحراز اهداف، لان هم فاتحين لك الملعب مش مقفلين المساحات، مش مضايقين عليك المساحات، في مساحه لمحمد صلاح وفي مساحه لتريزيجيه يقدر ينطلق منها ويقدر يشكل خطوره، لكن النقص العددي طبيعي حرمه من زيزو اللي هو بيزيد مع مصطفى محمد، فبالتالي مصطفى محمد برضو ما عندوش السرعات الكتير اللي هو يقدر يعمل زياده اكتر من اللعيبه الثانيه، لكن الفرص اللي اتيحت ليه بعد حاله الطرد كانت ممكن تحسم المباراة بالنسبة لك. هو الراجل مش باصص للفوز او التعادل، هو باصص للدروس المستفادة اللي هو ياخدها، اما ينقص مني واحد اعمل ايه؟ طيب اسيب الاستحواذ ولا ابدا اهاجم؟ اتنين ما زال هو عنده المشكلة اللي احنا بنعاني منها بقالنا كتير، الكرة العرضية اللي بتجيلك في اخر لحظة بتفقدي فيها التركيز بالنسبة للمدافعين. احنا شفناها واضحة وصريحة امبارح، دي من ايام كابتن الجوهري. العرضيات عندنا مشكلة في التمركز بتاعنا في الخطوط الدفاع بتاعت الكلام مع حارس المرمى، كل ده بيخلي العرضيات عندنا فيها مشكلة. اتنين الفرص السهلة اللي بتجيلك وبتضيعيها، مصطفى محمد مضيع فرصة، مصطفى محمد صلاح مضيع فرص، تريزيجيه مضيع أكتر من فرصة، لكن في التعامل في الناحية الشمال دي تعامل ما بين تريزيجيه ومرموش، لا تريزيجيه أفضل. تعالى نقف عند مرموش بقى، شفته ازاي؟ لا هو مرموش بص دايما ايه بيجري سريع الناس زعلت منه امبارح مهاري لكن مش منتج زي تريزيجيه. تريزيجيه عنده نفس السرعات، عنده نفس التسليم والتسلل، عنده نفس الضغط، بس الفرق ما بين تريزيجيه هي بس ضيع مرموش هدف كان مؤكد لو تريزيجيه كان جابها بالظبط. هو تريزيجيه عنده الرؤية أكتر من مرموش، يعني بيرفع عينه وبيبص على حارس المرمى فين في الكور اللي زي كده، وبيعرف كويس قوي يختار الزاوية اللي هي يقدر يحط البعيد. الكرة دي وعملها أكتر من مرة، لكن مرموش مستعجل، سيطرة على الكرة بيروح مهاري لكن في التسديدات أو التفكير بتختلف بينه وما بين تريزيجيه. تريزيجيه منتج في الجهة دي أكتر منه، ضغط كمان مرموش ما بيعملش الضغط زي تريزيجيه او المنافسه القويه قوي، فبالتالي تريزيجيه في النقطه دي الكره دي
لو كانت لتريزيجيه الكره دي جون، جالب محمد صلاح اداها لتريزيجيه في اكتر من ماتش واحرز منها اجوان. فبالتالي مرموش بس عنده مشكله في التسرع، مشكله في اتخاذ القرار، مشكله كمان في الثبات داخل الملعب. يعني مرموش عنده حركه واحده او كره واحده بيعملها ما بتتغيرش، يستلم ويخش لجوه ويشوط. تريزيجيه بيغير طريقته اكتر من مره حسب المجريات بتاعته، وبعدين تريزيجيه بيلعب مع يعني زملائه اكتر، يعني لو لقى حد تاني حتى في الفنتات او ان هو يسيب الكوره او الكوره تعدي منه بيبقى عارف ان زميله موجود هتروح له عنده أفضل. كنترول اكتر او بيعرف يلم الموضوع اسرع بالظبط. ويمكن احتفاظ تريزيجيه بمستقبل، خلي بالك تريزيجيه راجع من اصابه لكن ظهوره بهذا الشكل المميز بيخليه افضل من مرموش كتير جدا في الجهه ديت، عشان كده هو الراجل كمان. طب انا عايز اسال على حاجه، هو نقدر نقول ان فيتوريا استقر خلاص على الشكل العام للبتاع للفريق بالظبط، بيعتمد على القادمين من الخلف اكتر؟ اه طبعا. هو لا كمان دي قوه الضربه بتاعتك، يعني المجموعه اللي لعبت امبارح دي القوه اللي هتبدا تشتغل فيها في بطوله افريقيا. الماتش بتاع الجزائر، الجزائر بكل نجومها وانت بكل نجومك، فدي المجموعه الافضل الاقوى اللي هتلعب بيها بطوله افريقيا، ما عدا بقى الاصابات، ما عدا ان ممكن تظهر حالات تانية، لكن احنا بنتكلم ان دي افضل حاجه عندك هتشارك فيها بطوله افريقيا. مشكلتك الوحيده اللي انت بتقابلها ضياع الفرص، اتنين لما تقابل فرق بتقفل وبتلعب على هجمه مرتده دي بتعمل لك مشاكل كتيره جدا. انت هتلاحظ ان احنا فزنا على زامبيا بهدف اخر دقيقه، وامبارح احنا متقدمين صحيح. وتعادلنا، الجزائر اتعادلت بهدف، فبالتالي انت عندك مشاكل لابد ان انت تعالجها، والمشاكل دي هي اللي موجوده في الدوري المصري. يعني انا بتكلم على فيتوريا، لو متابع جيد جدا للدوري المصري هيلاقي نفس الشكل اللي هو لعب فيه مع زامبيا، نفس الشكل اللي هو لعب بيه مع الجزائر. يعني مع زامبيا عندنا اكتر من خمس فرق بتلعب تقفيل وهجمه مرتده، فهو لو بص عليها كويس جدا هيقدر يلاقي حلول. واحد من مميزات فيتوريا انه بيعيد تشكيل اللي قدامه وبيعيد تشكيل خططه بما يتوافق مع الملعب، وده اللي نتعشى نشوفه الفتره الجايه. كل الشكر ليك الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا استاذ طارق. مشاهدينا دلوقتي الساعه 9 وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف، اتفضل يا دينا. شكرا لك احمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن لبحث مستجدات الوضع الاقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين السيسي وبايدن اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم التوافق خلال الاتصال بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما بحث الرئيسان السيسي وبايدن خلال الاتصال الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام بالشرق الأوسط، واتفق على استمرار تشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. تواصل مستشفيات شمال سيناء رفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات لاستقبال الحالات من قطاع غزة. وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية. كما تم وقف إجازات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية في قطاع غزة. وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. ومن جانبه عبر المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنيازيا عن أسفه لبقاء المجلس رهين الوفود الغربية. ومن جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا نسيبا إن المدنيين في غزة يواجهون حربا هوجاء من دون ملاذ آمن.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تصل إلى 2837 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12,000 شخص. وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من 1,000 شخص مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنواع القطاع. حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب. وقالت المتحدثة باسم الوكالة جوليت توما إن المياه لا تزال منقطعة عن معظم السكان في غزة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والكهرباء قد تنتهي في غزة في غضون 24 ساعة القادمة. أعلنت بلجيكا مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية في العاصمة بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية. ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الحادث بالاعتداء الجبان داعيا المواطنين إلى وحدة الصف في مكافحة الإرهاب. وأعلن متحدث باسم نيابة العامة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بفتح تحقيق في الهجوم. ورياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري الودية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. تقدم حمدي فتحي بهدف للمنتخب الوطني قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للمنتخب الجزائري. تأتي المباراة الودية في إطار معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك منافسة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار. ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. رحب بحضراتكم مرة تانية. وزي ما احنا عارفين ان مصر يعني من البلاد والدول الرائدة في لعبة الاسكواش تحديدا. يمكن خلاص انتهى وقت الانتظار وحان وقت الاستعداد لمنافسة الأبطال المصريين على ميداليات أولمبية في رياضة الاسكواش، وده بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي على توصية اللجنة المنظمة لأولمبيات لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدد من الرياضات من بينها الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ. ويمكن ده خبر من الأخبار اللي بسط كل اللي مهتمين بلعبة الاسكواش تحديدا، يعني لأن خلاص ممكن نجيب ميدالية أولمبية. لكل اللي مش متابع وكل اللي مش عارف احنا بنقول ايه أهمية إدراج الاسكواش في المنافسات الأولمبية، خلينا بقى نقول ان النهاردة معانا أسطورة من أساطير الاسكواش الكابتن أمير وجيه، أسطورة الاسكواش طبعا هيكون موجود دلوقتي وهيشرح لنا كل اللي احنا بنتكلم عليه. منورنا ومشرفنا، سعداء جدا بوجودك يا كابتن. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير. أنا سعيد جدا بوجودي معاكم وإن شاء الله خبر فرح الوطن العربي كله يعني بدخول اللعبة الأولمبيات، وإن شاء الله بقى يكون لنا مزيد من الميداليات إن شاء الله. نصيب الأسد بقى المفروض فيها. ربنا يسهل إن شاء الله، بس لازم يعني الموضوع هيبقى مختلف. الفترة اللي جاية تبقى أصعب من الفترة اللي راحت. يمكن من 10 سنين لو اللعبة كانت دخلت الأولمبيات كان عندنا فرص كبيرة جدا. الرانكينج العالمي بالنسبة للرجال والسيدات أول 4 في الرانك العالمي للسيدات للرجال المتقدمين المصريين، الفاينلز كلها او السيمي فاينلز في كل البطولات الميجرز اللي بتتعامل في العالم كانت بتبقى دايما مصريين، فتقدر ان انت تضمن ميداليات كتير. دلوقتي طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى في بقى منافسه جامده، في بلاد كتير ماشيه على الجونيور بروجرام من بدري، في متوسط اعمار اللاعبين اللي عندنا برضو
متقدم شويه، هم ادوا اللي عليهم وزياده، ويعني كان لهم دور كبير جدا بدخول اللعبه الاولمبياد من خلال ادائهم الراكي ال 10 15 سنه اللي فاتت. فاللي جاي هيبقى صعب، لازم نشتغل من امبارح. طيب الاسكواش ما هياش اللعبه الشعبيه الاولى على الارض موجوده عندنا في مصر، لكن هي واحده من اهم الالعاب المضرب اللي موجوده عندنا في مصر، وهي الاكثر يعني ايه بتحظى باكثر متابعه. طيب. في العاب المضرب لو جينا بقى نبسط الفكره كلها، الاسكواش دخلت الاولمبيكس، احنا مبسوطين طبعا. ولا مش مبسوطين قوي؟ لا مبسوطين وخايفين يعني في نفس الوقت يعني. طيب احنا خايفين علشان ابطالنا طبعا. يعني بعد فتره اللي هي لما نوصل للوس انجلوس 2028 هيكونوا اتقدموا شويه في العمر. مظبوط، هو طبعا هيبقى فيه هنا يعني خط موازي للابطال الكبار، واحنا يعني الاهتمام بالجونيور بروجرام لازم يبدا من دلوقتي، لازم في عندنا عناصر متميزه جدا في بطلة العالم للنشاط، عندنا امينه عرفي 15 سنه من صاعدات الوعدات، في بالنسبه للسيدات في لاعبات طبعا متوسط عمرها صغير، هنشوف نوران جوار، هنشوف نور شربين لسه 27 سنه، انها تبقى برضو ممكن تخش، هانيا الحمام 22 سنه، في فيروز ابو الخير، في ناس كتير جايه، وسنة ابراهيم، في ناس كتير جايه في السيدات. بالنسبه للرجال طبعا متوسط الاعمار اعلى شويه، وفي منافسه قويه من نيوزيلندا بول كول، في منافسه من بيرو المصنف الثاني عالميا هو مثلا موجود ديجو الياس، عندنا مصطفى عسل 22 سنه، في يعني في لازم يتحط خطه للاصغر بقى للجيل اللي مش هيخش الاولمبياد وتطلع، احنا لازم نبص لقدام. طبعا. فده اللي احنا بنحاول نركز عليه مثلا من خلال البرنامج اللي انا مثلا عامله في النادي عندي في بالميلز، انا عامل 10 بطولات تحت 17 سنه. تقولي لي 17 سنه ليه؟ اقول لك لان تطلع نشء، تطلع جيل جديد. مظبوط، هو المفروض ان السن البيك بتاع اللاعب لما بيظهر، في مصطفى عسل كان نمره واحد على العالم وعنده 21 سنه. رامي عاشور لما طلع، كل كريم درويش، عمرو شيبان، كل يعني اللي بيظهروا بيبقوا متميزين جدا دايما بيظهروا هم 17 ل 19 سنه، بيبدا يخش بقى في التوب رانكينج ويبدا يبقى بينافس على بطوله العالم. تحت 17 سنه احنا عاملين اول بطوله هاي سكول للمدارس، ان شاء الله تبدا يوم الخميس الجاي عندي في النادي في بالما هيلز، وحاطين فيها جوائز متميزه جدا، بنشجع الناشئين للسفر، يمكن الحمد لله الوينرز الاربعه الاول هياخدوا تذاكر كايرو، لندن، كايرو، فورفري، عشان يقدروا يشاركوا في البريتش اوبن، ورابطين الجوائز بمشاركه بطوله انجلترا، لان طبعا لازم نساعد مع الدوله طبعا. في اعداد الجيل الجديد، وان هم يقدروا يسافروا، التكاليف بقت مكلفه جدا جدا جدا، فيعني دي فرصه كبيره ان كل الناشئين بتلعب فيها. نعم. طيب كابتن امير، يمكن انا لمحت في عين حضرتك نوع من انواع الخوف شويه. مظبوط، ودي الغيره المحموده اللي بيقال عليها، يعني حضرتك يعني لو هنتكلم على الاسكواش لازم اسم حضرتك يجي من اوائل الناس، يعني مش هقول بس الاسطوره في اللعبه لكن كمان المحبين بشغف لهذه اللعبه. لكن كان في عدد من التحديات ربما حضرتك بتتكلم عليها، رغم ان احنا متصدرين لسنوات كتيره قوي البطوله. مظبوط، وعندنا اسامي كبيره، لكن حضرتك خايف من اللي جاي، هل دي الخوف ده هو خوف وغيره على اللعبه، ولا خوف لان في تحديات حقيقيه قدامنا متمثله في ان ما عندناش جيل جديد طالع، او كالعاده يمكن اللي كان بيحصل قبل كده لسنوات طويله، لكن اعتقد ده كان سيناريو تصدت ليه الدوله وقفت وبدات تفتش على مواهب، وهنا بنتكلم على كره القدم، لكن لو هنتكلم على لعبه فرديه زي الاسكواش، الاجيال الجديده اللي طالعه ايه مستواها، وهل تقدر اللي هي تكون من الاجيال اللي بتحظى بميداليه اولمبيه في الاولمبياد؟ والله بس احمد، هو طبعا مصر ولاده، ومصر بلد يعني الحمد لله تعداد سكاني كبير جدا فيها، وممارسه الاسكواش مع البطولات اللي اتعملت في اخر 10 سنوات وبطولات والابطال بتوعنا في ايدلز قدامهم كتير جدا، ففي ناشئين فعلا انا شايف يعني ان شاء الله لو اتعمل لهم برنامج خاص واهتمام خاص ورعايه خاصه هنقدر نحافظ على الرعايه، وان شاء الله ان شاء الله يبقى مزيد من الانجازات وكده، لان طبعا في بلاد ثانيه شغاله على البرامج للناشئين من فتره، هم عارفين نحط يعني تحتها 1000 خط، في ناس ثانيه داخله بقوه طبعا وعندها الامكانيات، طبعا تخطيط جامد، يعني السعوديه مثلا دلوقتي عندهم برنامج الناشئين قوي جدا جدا جدا، وبدعم من الدوله وبدعم من رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين الشيخ زايد التركي صديقي اللي بهني، هو رئيس البي اس اي الاتحاد الدولي للمحترفين، على دخول اللعبه الاولمبياد مجهوده كان كبير جدا، هو البورد اللي معاه في دخول اللعبه للاولمبياد، طبعا بيدعم
جنب برنامج الدوله بيدعم برنامج خاص جدا. فطبعا انت عارف الاستثمار واللعبه مكلفه جدا. المضرب وصل 6000 جنيه، الكوره 120 جنيه وتتقطع ممكن، او المضرب يتكسر في يعني في نفس تضرب. اليوم فطبعا اللعبه مكلفه جدا. بالتالي لازم يبقى في دعم قوي جدا من الشركات الخاصه، من التساعد مع الدوله عن السبونسرشيب، لازم يخش بقوه لدعم الابطال دول عشان خاطر تكاليف السفر اللاعب بيحتاج 10 سفريات. اقول حاجه على حاجه، يمكن انا كنت موجود وبدير جلسه في اسماعيليه كان فيها وزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف، ودكتور اشرف ساعتها طلب بعدد، والرئيس ساعتها قال له كل الدعم ليك موجود فيما يخص البطولات الفرديه تحديدا يعني اولادنا اللي موجودين في ده. فعندنا قياده سياسيه عندها الاراده طبعا. ايه اللي ينقصنا؟ ايه اللي حضراتكم عاوزين؟ والله احنا عاوزين، هو بص، هو كل حاجه بتنجح بالسيستم. لما في سيستم واضح وحازم وهدف جولز انت بتشتغل لها على فتره بتوصل لها، بتوصل لها بسهوله. فطبعا دلوقتي التعليم برضو بياخد مجهود كبير جدا، عدد ساعات حضور المدرسه للاعب عايز يبقى محترف ويوصل بتضعف شويه البرنامج الرياضي. فبتلاقي بره معظم الاكاديميات عند نادال اي ام جي، كل الاكاديميات بره بيدرسوا اونلاين. انت بتوفر وقت، انت عشان تروح المدرسه دلوقتي فيها نص ساعه للمدرسه ورايح نص جاي ادي ساعه، عشان تروح النادي بعد المدرسه برضو عندك نص ساعه رايح ساعه، انت في ساعتين ثلاثه ضايعين. بره انت بتروح الاكاديمي بتدرس وبتدرس وبتلعب في نفس المكان، انت يا دوب بتطلع الدور اللي فوق يبقى عندك الكلاس بتاخد الدروس، بتنزل تحت بتخش الجيم، بتطلع تاني تاخد درس تاني. يعني الرياضه بره صناعه البطل مختلفة. صناعه متكامله مختلفة. يعني انا بتمنى تاني بناشد الدكتور اشرف صبحي، يعني قلت له كذا مره يعني نفسي الثانويه الرياضيه ترجع تاني، لان دي طلعت وابرزت زمان ابطال اللي كان كلهم في المنتخب. كان في زمان مدارس المتفوقين رياضيا، مش عارفه ما زالت مستمره ولا هي لا. الرياضه بتبدا حضرتك من مدارس. حتى لما انا عشت فتره طويله في امريكا المدارس ودوري المدارس ودوري الجامعات ممتع، الدخول تقديمة اللاعبين مختلفة، يعني انت بتبص تلاقي في روح مختلفة، في كل تيم ليه طقوس معينة قبل ما يخش بيعملها. دي بتدي طبعا ادفانتج للولاد الناشئين، هم بيشوفوا ازاي الكبار بيعملوا صحيح. ايه وبتبقى بصراحة ده في حالة ان احنا شغالين على اكتر من سكيل او احنا شغالين على اكتر مستوى. خلينا نتكلم عن الولاد او الابطال الصغيرين اللي بالفعل بيلعبوا. كان في لخبطه مثلا في سفريه استراليا، كان في مشكله في التذاكر والناس بتروح وتيجي، والسكواش لعبه قائمه على الاحتكاك الدولي بشده يعني مزبوط. والا هيأثر على تصنيفهم الدولي وهيأثر على الاحتكاك وعلى قرايه الملعب. احنا بنتكلم في ان في دول كل امكانياتها مسخراها للنشء، واحنا عندنا مشكله في تذاكر طيران في سفر. والله انا بحب برضه اوضح يعني اشكر يعني شركه مصر للطيران دعمتنا في السيركت جامد جدا بعدد مجاني من التذاكر، ان احنا نقدر نحطها جوائز للسيركت. احنا عاملين اكتر من 10 بطولات السنه الجايه ان شاء الله للناشئين، وكلها جوائز ان شاء الله يكون فيها يعني تقدر نساعد مع الاتحاد والدوله، ان احنا بندي فرصه على الاقل السفر مجانا بتدي لما اللاعب بيفوز بياخد تذكره ليشارك بطوله انجلترا او بطوله امريكا او بطوله فرنسا او بطولات السيركت الاوروبي اللي بتحسن التصنيف والاحتكاك بتاعه. يعني على الاقل كاننا الشركه اتحملت نص الميزانيه بتاعت السفر وكده. يعني دي كانت يعني بشكرهم على دعمهم قوي جدا لينا. واحنا بنتكلم في نقطه يعني خلاص احنا داخلين على اولمبياد، لازم يبقى اللعيبه اعتقد متحصنه، التعبير اللي حضرتك يعني قلته قبل الهوا طبعا. لازم تكون اللعيبه متحصنه لان في دول تانية بتلجا للتجنيس طبعا. ولو احنا بنتكلم على يعني كواليتي او جوده لاعب، اعتقد ما فيش افضل ولا اجود من اللاعبين المصريين تحديدا. فازاي نقدر ان احنا نحمي ولادنا؟ ازاي نقدر نعمل اتاحه ليهم في كل يعني المطلوب في هذه اللعبه تحديدا؟ وفي نفس الوقت دور بقى هنا المجتمع المدني، يعني اعتقد عندك اراده سياسيه طبعا. وعندك دعم موجود، ويمكن ساعتها السيد الرئيس تحدث عن فكره رفع المكافآت للابطال اللي موجودين، ويمكن دي كانت حاجه مهمه، وسال بشكل شخصي الوزير الشباب هم بياخدوا بره ايه عشان نقدر نقرب الفروقات شويه عشان نحافظ على ولادنا. لكن فين برضو معلش رجال الاعمال، وفين السبونسر او الرعاه اللي احنا نقدر نحمي بيهم ونزود الدعم لهذه الابطال؟ والله هو بس يعني. انت نقطه جميله جدا اثرتها، وبس هو حاليا زمان ايام ما كنت بلعب كان احمد براد هو الوحيد اللي عنده سبونسرشيب لاعب واحد. دلوقتي في اكتر من 20 30 لاعب ولاعيب عندهم سبونسرشيب. يعني انا شايف شركات كتير الريل استيت بقت بترعى اللاعبين بقوه، البنوك بترعى الناشئين بقوه، سواء بنوك المحليه البنك الاهلي بيرعى الناشئين لان بتبص للمستقبل، في بنوك ثانيه بتبص للرجال والسيدات اكتر. بس احنا مع طبعا
الفيوتشر المستقبل ايه في الناشئين ده، محتاجين دعم اكتر، محتاجين يبقى في كنترول ما بين في تنسيق. هو استثمار يا كابتن امين، استثمار. احنا ازاي نقدر ندعم استثمارنا وفي نفس الوقت نحمي استثمارنا؟ مظبوط. انا طبعا الاعلام بشكركم جدا ان الاهتمام بالسكواش هو اللي خلى السبونسر تبص على اللعبه وتقدر انها تنفست وتستثمر في اللاعبين. زمان اللعبه كانت يعني بيقولوا لعبه شهيده عشان ما بتتذاعش في التلفزيون، عشان الماركت بتاعها كان ضعيف جدا. دلوقتي مع البطولات الدوليه بتتلعب اخر 10 سنين في مصر، الملعب الزجاجي بتحط في اماكن يعني خرافيه، في الهرم، في الجونه، في الهرم وفي الجونه في الحضارات، يعني حاجات نقلت اللعبه في حته ثانيه. والترويج للسياحه يعني طبعا. كمان انت تقدر تستغل اللعبه دي في الترويج للسياحه وعائدات سياحه، فممكن يكون في تنسيق زي ما يعني انا عاوز استخدم برضو الفاظ التنسيق. فين التنسيق مع مثلا وزاره السياحه؟ فين التنسيق مع المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه؟ يعني والتنسيق ايضا لا، ما هنا احنا بنتكلم علينا في رعايته للبطولات. انا عارف ان ده معالي الوزير، انا عارف ان معالي الوزير فعلا يعني حتى نكون منصفين ما بيتاخرش، وفعلا ما بيتاخرش تحديدا فيما يخص الالعاب الفرديه. زاد السكواش واخد حظ كويس يعني بصراحه. لكن فكره التنسيق ما بين كل يعني هذه الجهات تحديدا علشان خاطر اقدر ان انا ما بقاش والله كابتن امير هو ليه علاقات فقدر يتواصل مع سبونسر يدعمه، واحمد اللي ما يعني ممكن يكون متفوق عن كابتن امير بس ملوش حظ اللي هو يتواصل مع سبونسر. لو في تنسيق وفي اداره بتقول مثلا لو هنخلي التنسيق من خلال الوزاره، فالوزاره بتقول والله انا عندي كابتن امير واحمد دول ناس متميزه جدا والمستقبل ليهم، فهات له الراعي الفلان وفلان نقدر ان احنا نحمي الولاد دول ونفوز بيهم ونجيب مدريات. وفي فعلا صندوق وبرنامج تبع الوزاره انا متاكد لرعايه الابطال الاولمبيين ويعني بيدعم بقوه. والتنسيق ده مطلوب ان لازم يبقى فيه كنترول مش ما بين السبونسر واللاعب، ولازم الدوله تكون موجوده، يبقى فيه كنترول عشان خاطر بتضمن حق الدوله. طب بعد عشان كده الدولة تكون مش معقول انك بتطلع لاعب لفتره معينه وبعدين يقول لك باي باي هلعب باسم دوله ثانيه، وانت كنت صرفت 20 30 مليون انفست عليه وبعدين في الاخر بيسيبك وبيمشي. فلازم يبقى في تنسيق ما بين الثلاث جهات. انا شايف الفتره الجايه فتره مختلفه، فتره عايزه احتراف، عايزه حزم، عايزه عين بتقدر تبص على الناشئين المميزين. عندنا ابطال كتير جدا يعني ان شاء الله ان شاء الله يقدروا يكملوا زي الجيل دوت، بس محتاجين سيستم ومحتاجين دعم قوي جدا ان هم بيتحطوا من صغرهم في برنامج متميز عشان خاطر الاولمبيات. لان احنا خلاص دلوقتي في مرحله يعني ده رحنا الحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه خلاص موجود. اتحقق وبقى موجود وبقى حقيقه، ولازم السكواش لازم يبقى حرام كل المجهود دوت مصر ما تاخدش ميداليات اولمبيه. طيب صحيح. في وقت كان في كشافين مواهب للاعيبه الكوره بيلفوا كده ويشوفوا فين اللعيبه، هل احنا محتاجين بقى حاجه شبه كده في السكواش، مشروع قومي لصناعه البطل موجود. قدامنا خمس سنين نقدر نتصرف فيهم ونشوف هنعمل ايه؟ كان البنك الاهلي برعانه بقوه جدا، بشكره جدا مجلس الاداره استاذ هشام عكاشة كابتن استاذ يحيى الفتوح، يعني برعونا للمشروع القومي لمواهب السكواش فعلا. وبدانا ببورسعيد، بدانا في اماكن ما فيهاش برنامج جديد في السكواش، وفي ابطال بداوا يطلعوا من المشروع ده تحت 11 سنه. شفت براعم كتير جدا في خلال 3 سنين، وكان ده فكره الدكتور اشرف صبحي ان عايز يبقى في خط موازي لبرنامج الاتحاد، ان لو اللعبه ان شاء الله في الفيوتشر دخلت اولمبياد نكون موجودين من خلال يعني خط موازي لخط الاتحاد وكده. ودلوقتي الاتحاد بيشرف على المشروع ده. البلان للفتره اللي جايه قدامنا خمس سنين، الخطه المكثفه عشان نقدر نلحق اولمبياد 2028. انا بيتهيألي يعني الاتحاد ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اكيد مع الوزاره واللجنه الاولمبيه يعني هيبقى في رعايه خاصه للسكواش من خلال تاريخ السكواش ونتائج وترتيب اللاعبين والناشئين. انا شايف يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى فيها ان شاء الله ان شاء الله يعني دعم كويس، واحنا من بره بندعم، لان طبعا مصر طبعا كل واحد يقدر يساعد بيحب يساعد. فاحنا من ناحيتنا في البرنامج عندنا فينا باصين للناشئين وهندعم الناشئين، هنبص للفيوتشر والحمد لله يمكن يعني الاتجاه كله ماشي في نفس الخط. والدعم قوي من رئيس مجلس الاداره وصاحب الشركه طبعا اخويا وصديق عمري استاذ ياسين منصور، وقال لي اللعبه دخلت اولمبيكس لو احنا بدانا سبونسر شيب. عندنا نوران جوهر، مصطفى عسل في الاهلي، مروان عسل عندنا برضو ان شاء الله في ده فيوتشر الجاي ان شاء الله بطل العسل كلها يعني يعني ان شاء الله هيبقى في اخبار حلوه باذن الله لدعم الناشئين الفتره اللي جايه.
في اسامي معينه هنراهن عليها في الصغيرين اللي مش مشهورين بالنسبه لنا في الاعلام. طبعا اوريدي في بطله العالم توايس مرتين، امينه عرفي في 15 سنه كسبت بطوله العالم تحت 19 مرتين، في معاها الجيل بتاعها طبعا فيروز ابو الخير متميزه جدا، وفي من اللاعبات الموهوبات طبعا مايا مندور، في عندنا في الاولاد كتير بقى مروان عسل، في محمد زكريا تاني العالم والجيل بتاعه بقى حسن المنشاوي، وفي مصطفى مكي وعلي رحمه، وفي اسامي كتير ويوسف طلب، يعني مش عايز انت حد، في عمر القيعي، يعني اسامي كتير، مصر مواهب كتير ان شاء الله طالعه، ونازلي اخت امينه بطله جايه في الطريق، مش عايز انسى كتير من حد، مش هيزعل مني، لكن لا بس احنا بنطمن بس لما بنسمع اسماء كتير، وبنسمع ان في اسماء من كترها احنا ان شاء الله مصر مش عايزين ننسى حد، فده شيء مطمئن ان شاء الله قريبا. يعني مصر ولاده وباذن الله باذن الله يعني يبقى الميداليات الاولمبيه اهم حاجه الذهب، عشان برضو تصنيف مصر في الذهب حلو برضو بيلمع كده بيزغلل العين كده بيريح الواحد نفسيا يعني. بالميداليات اللي خدناها الدوره اللي فاتت، ان شاء الله كل دوره مصر تحصد مزيد من الميداليات عشان نتقدم في التصنيف العالمي، وانت عارف الرياضه هي عنوان تقدم الدول، انت تبص تلاقي هي الرياضه هي. انا عاوز اسال سؤال، هو المواصفات اللي انتوا بتدوروا عليها يعني اي حد ينفع يلعب سكواش؟ انا اعرف النهارده اروح امسك مضرب والعب سكواش، ولا في مواصفات معينه انتوا بتدوروا؟ لا مش انا عارف ان انا عجزت خلاص على الموضوع تعالى اي وقت بس انا بتكلم، لا لو الشباب البراعم اللي حضراتكم بتدوروا عليهم لما بتنزلوا تدوروا بتفتشوا على ايه؟ ايه المواصفات المعينه اللي تقول لا الولد ده يعني نقدر نقول نبته كويسه او بذره كويسه نقدر اللي احنا نرويها فتديني اللي انا عاوزه في السكواش؟ طبعا هي خبره الكوتشز، يعني انا مثلا حصل لي موقفين مع نوران جوهر وهي صغيره ومع امينه عرفي بالذات، هم وصلوا هو التوب على العالم، انا اللي اكتشفته. يعني نوران جوهر خالها كان بطل مصر في تنس الطاوله افريقيا شريف الساكت وصديقي صدوق، فمره اتصل بيا في التليفون وانا مره منتخب، قال لي امير انا بنت اختي يعني صغيره ناخدها تنس الطاوله ولا تجربها في السكواش؟ قلت له بعتها الاستاد بعد تمرين المنتخب هبص عليها واقول لك ايه اللي ممكن يحصل. فجت هي فعلا مامتها وباباها وكان صغيره عندها 7 سنين، لعبت معاها بعد التمرين اتصلت بيه قلت له دي كانت هتكسبني ده تبقى بطلة العالم، وفعلا بقت وورلد نمبر 1 وانا اللي اكتشفتها وانا هي موجوده معانا، ممكن تسالها لما تصدفوها على الموضوع ده. امين عرفي قررت القصه برضه، مامتها 5 سنين ونص قبل ما اسافر امريكا برضه قابلتني في نادي الجزيره قالت لي ايه رايك؟ قلت لها هاتيها النادي عندي في بالم هيلز هلاعبها واقول لك اللي حصل، وكان عندها فيديو ولعبت معاها. احنا عاوزين فقره تبقى بطله العالم وفعلا بقت بطله العالم كده اديتنا يعني حماس، وعاوزين فقره نعملها في صباح الخير يا مصر هنا، يبقى مع حضرتك النجوم اللي حضرتك اكتشفتهم دول نتكلم على الذكريات وازاي اهلتهم. على فكره هو اللاعب وهو صغير بيبقى فيه مواصفات معينه، يعني مثلا نوران وهي صغيره مثلا وانا بلعبها لسه اول مره بلعب لها كوره تلاقي عينيها بصيتها على الكوره بتوسع، اما تقول الكلمه اما اديها نصيحه على طول تنفذها ما لهاش تاني مره على طول. فده بتبص بتلاقي في حد من وصغر تقول يعني سابق فكره، سابق سنه، سابق اللي تحس بيه انه عنده شغف ان هو عايز يتعلم، نظره عينيه غير. فدي يعني خبرات مدربين يعني هي دي اللي بتميز واحد عن واحد. استني حد يكتشفني. يلا انا استنيكم في الملعب اي وقت. نور نورتنا وشرفتنا الكابتن امير وجيه اسطوره السكواش المصري، يسعدنا بوجودك جدا معانا. انا بشكرك جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني بدعمكم للسكواش واهتمام الاعلامي بالسكواش ان شاء الله الابطال دي يعني هتحصد ميداليات اولمبيه لمصر باذن الله ان شاء الله. يعني احنا عندنا ابطال من ذهب ويستحقوا فعلا الميداليات الذهبيه يعني. بشكرك كابتن امير، شكرا لك على صباح الخير. مشاهدينا دلوقتي نروح فاصل سريع لكن متواصلين معاكم في فقراتنا، والفقره الجايه هنتحدث عن غزه ونتحدث ايضا عن القمه الاقليميه الدوليه اللي دعا ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي مفترض أن تعقد يوم السبت المقبل، قمة القاهرة للسلام اللي لاقت عدد كبير جدا من الإشادات والإقبال من الرؤساء في مختلف دول العالم. بنشكر حضراتكم، فاصل وهنرجع ونكمل حديثنا عن غزة. رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه الحديث مستمر عن الاعتداء السافر اللي بيتم من الكيان الصهيوني على أهالي قطاع غزة 11 يوم متواليين من التصعيد المستمر. في الحقيقة يعني شبح الموت بيهيمن على قطاع غزة، والقطاع بيشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة،
وفي كل ذلك يعني تابعنا تنسيق كل دول العالم مع مصر، وتابعنا موقف مصر من القضية الفلسطينية اللي دايما واضح وصريح ولا حياد فيه. مصر دايما بتتمسك بالوقوف خلف الشعب الفلسطيني في مختلف أزماته، وبتكون من أول الدول اللي بتتضامن مع الشعب الفلسطيني وبتقدم ليه المساعدات، سواء كانت أغذية أدوية وخلافها من المستلزمات اللي بيحتاجوها. علشان كده مصر دعت كمان لي يعني المساعدة الفعلية من خلال يعني تقديم أو الدعوة لقمة. هذه القمة هي قمة القاهرة للسلام اللي هيتم من خلالها دراسة يعني والحديث عن تخفيف أثار العدوان على قطاع غزة. في الحقيقة لقت استحسان وقبول من كل دول العالم للمجيء إلى القاهرة لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة. يوم السبت المقبل إن شاء الله خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن دور مصر الكبير والعظيم في تقديم المساعدات لأشقائنا في فلسطين، خطورة تعطيل دخول المساعدات للأهالي، الأضرار اللي ممكن تترتب على ده، كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الحالية، كل دي تفاصيل هنناقشها في فقرتنا النهاردة. بنرحب بدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. أهلا وسهلا بك يا دكتور منور. أهلا بحضرتك ومبسوط أن أنا موجود معاكم في أقدم وأهم برنامج صباحي في مصر. بنسعد بوجودك يا دكتور، أهلا وسهلا. طيب مصر لا تتردد أن تطرق كل الأبواب لفتح الملف بقوة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ. احنا شايفين مصر عملت حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت ومهتمة جدا في تقديم المساعدات وسرعة إيصالها لأهالينا في غزة. لغاية دلوقتي الناس عمالة تتكلم عن هذا الموضوع ومناشدات طبعا للتبرع في كل مكان. أهمية وصول المساعدات سريعا وخطورة عدم دخول المساعدات لأهلينا فاسد. احنا لو حطينا عنوان هنقول ان مصر بتسابق الزمن، هي بتشتغل على كذا صعيد، في صعيد انساني، في صعيد سياسي، وصعيد حقوقي. على المستوى الانساني الحقيقة الدولة المصرية عندها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الملفات. في 2014 ده موقف متكرر كان لمدة 50 يوم تم قصف غزة من الاحتلال، والحقيقة الدولة المصرية تحركت من الدقيقة الاولى، لانه التحرك السريع يعني احنا بننقذ حياة بني ادمين، كل لحظة بتفرق في حياة الشعب غزة وقطاع غزة. على المستوى السياسي الدولة المصرية لها دور كبير، دور تاريخي الحقيقة بتلعبه دايما في هذا الملف، وبتجبر المجتمع الدولي، وهنا بستخدم هذا اللفظ لما لها من قدرة سياسية صحيح. بتجبر المجتمع الدولي ان هم يبقى في قرار حاسم لوقف اطلاق النار. ده على المستوى السياسي. على المستوى الحقوقي الوفد المصري الحقيقة في المجلس الدولي لحقوق الانسان، والمجلس الدولي هو احد يعني هي أهم مؤسسة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء 193، هي والذراع التنفيذي لها اللي هي المفوضية العليا لحقوق الإنسان. الحقيقة أنه السفير المصري والبعثة المصرية بيشتغلوا بشكل كبير جدا لتمرير قرار في الوقت الحالي بأغلبية من الدول الأعضاء بالتعاون مع المجموعة العربية عشان يقدروا أن هم يستصدروا قرار ليكون في لجنة تقصي حقائق تدخل غزة. ولكن هناك في كثير من المعوقات الحقيقة، منها التعنت من الجانب الإسرائيلي، وبيحاولوا إن هم يستنزفوا أو يحاولوا إن هم يهاجموا قطاع غزة ويكون في ضربة قوية جدا قبل ما نوصل لهذا، تضييع وقت قد ما يقدروا علشان يقدروا يعظموا مكاسبهم من أرواح، لأن هم يشعروا برغبة شديدة في الانتقام، وده يعني دي طبيعة. أنا مش عايز أقول ضربة، لأن ضربة دي أقل حدة مما يحدث الآن. إحنا أمام إبادة، واحنا احنا بنتكلم دايما غزه استاذ احمد لما نيجي نتكلم عليها بناخدها نموذج لانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، اكبر سجن في العالم. النهارده فيليب لازاراني للمروجين لحقوق الانسان بالظبط. ولا لما احنا نيجي مثلا بندي كورس تدريبي كده في حقوق الانسان، فعايزين انه نشوف اكبر تجاوز ونحلله، فتبقى غزه اكبر سجن في العالم، اكبر 450 الف دلوقتي مشرد وفي نوع من النزوح الداخلي. النهارده ممكن اقف هنا في جزء صغير، واعتقد ده برضو من اختصاص حضرتك. حضرتك بتتكلم ان هو لما بنيجي ندي مثل للتجاوز في حقوق الانسان بنتكلم على قطاع غزه. بالظبط. طيب اوروبا تتضامن يعني قولا وفعلا وشكلا ومضمونا، ويعني لو في اي حاجه تانية ناقصه بتتضامن مع ما يحدث من الدوله المحتله. والنهارده بنتكلم على حقوق الانسان اللي دايما بيطلع البرلمان الاوروبي يتحدث عن حقوق الانسان. كان في بيان صدر من مصر اللي موقفه لحد يعني بقى لها يومين المساعدات امام يعني قطاع في رفح تحديدا لدخولها لقطاع غزه، وفي تعنت وهنا نحط تحتها ألف خط
من إسرائيل لدخول هذه المساعدات ورفضت دخول المساعدات. ويمكن أثبتنا خلال الفترة اللي فاتت وبالأفعال وليس بالأقوال أن مصر دولة تقود ولا تقاد. فين حقوق الإنسان اللي بيتحدثوا عنها؟ الإجابة بسيطة جدا، ولو نحط لها عنوان تأسيس ملف حقوق الإنسان، استخدام ملف حقوق الإنسان كورق ضغط سياسي. حقوق الإنسان أحد أهم القوى الناعمة اللي بيستخدمها الغرب للأسف شديد، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالحها. طب بندلل الكلام ده بإيه؟ إن مع تعاقب الإدارات سواء الجمهوريين والديمقراطيين يختلف الملف خالص. دونالد ترامب كان يشيد بالتحسينات التي طرأت على ملف حقوق الإنسان في مصر، وعندما صعد جو بايدن الى سده الحكم تغير تماما. يعني احنا ما عندناش ثوابت في امريكا للتعامل مع ملف حقوق الانسان حسب الاهواء وحسب المصالح. الغرب الجزء الثاني، الحقيقه الاتحاد الاوروبي من وجهه نظري ومن خلال تعاملي معاهم يعانوا من سذاجه في التعامل مع ملف حقوق الانسان. هم يستقوا المعلومات من طرف واحد فيما يخص حتى في موضوع غزه، حتى في موضوع ملف حقوق الانسان في مصر. دائما هناك عدد من المنظمات الدوليه التي لها صبغه سياسيه وعلى راسها هيومن رايتس ووتش وامنيستي العفو الدوليه، بالتعاون مع بعض المنظمات اللي احنا بنقول عليها تنتمي الى جماعه الاخوان، وظهرت بعد 2013 وتحركوا بشكل سريع جدا. يعني هنا في حد في جزء من الغرب بيستخدمه لحمايه مصالحه، وهنا في سذاجه. طيب الغرب ليه دايما بيضغط على مصر؟ مثلا ملف حقوق الانسان والقرار اللي صدر بعدد 379 صوت في البرلمان الاوروبي، لانه هو بيشوف ان الدوله المصريه دوله كبيره، هناك علاقات امنيه وسياسيه، فعلى الدوله المصريه ان تحترم حقوق الانسان. ولكن انت تستقي المعلومات من طرف واحد، انت عندك تقارير يعني تفتقر الى النزاهه والحياديه. ده ببساطه شديده جدا ملف حقوق الانسان تم تاسيسه. طيب لما نيجي نقول مجلس دولي حقوق الانسان، مجلس دولي فقد جزء كبير جدا من نزاهته وحياديته وقدرته على التاثير في صنع القرار الحقوقي، هي جهه رصد مش اكتر، القرار العقابي في ايد مجلس الامن. لكن حتى جهه الرصد دي هناك في تاسيس ملف حقوق. لك ان تتخيل ان في 2018 الولايات المتحده الامريكيه سحبت عضويتها من المجلس الدولي واهانت المجلس الدولي وقالت ان هو مجلس مسيس وليس له قيمه. من ليه؟ لانه كان في جمعيه او جلسه غير عاديه تدين اسرائيل. النهارده احنا بقى عندنا البند السابع، عندنا 10 بنود في الدورات في المجلس الدولي 3 مرات في السنه، في بند كامل بيتكلم عن اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه. ولم يستطيع المجلس الدولي حقوق الانسان بكم التقارير والاليات اليه العرض الدوري الشامل اللي بتدين اسرائيل قلبا وقالبا ان هو ياخد قرار يوديه لمجلس الامن، عشان عارفين انه القرار السياسي هو مسيس. النهارده جلسه في مجلس الامن عشان يستصدر قرار لوقف اطلاق النار في غزه واعترضت الولايات المتحده. طيب احنا تاني هرجع تاني اكرر سؤالي، المساعدات الانسانيه نادى بيها الرئيس السيسي والتحالف الوطني بعت كميات من المساعدات الانسانيه الى الان، يعني احنا بنتكلم اهميه دخول هذه المساعدات وتاخيرها خطورته ايه؟ كره في ملعب المجتمع الدولي. احنا النهارده الدوله المصريه من اول دقيقه بدات تتحرك على المستوى السياسي ودوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هناك في تعنت من الغرب، هناك في تعنت من الولايات المتحده الامريكيه. هل النهارده لو اسرائيل او صدر قرار او في اجبار من الولايات المتحده الامريكيه انها تتوقف ويبقى في وقف اطلاق النار، اسرائيل هتلتزم. بس للاسف الشديد احد اكبر القوى يعني الدولية في العالم، القطاع الطبي متهالك الآن في قطاع غزة، والمستلزمات الطبية انتهت إن لم يكن خلاص. يعني هل حضرتك هل مقبول أصلا أن أحد التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين أن هو بيجبر أو بيضغط على الفلسطينيين هم؟ ما يعني هذا تصريح سخيف جدا الحقيقة، وهم تراجعوا عنه في الآخر. يعني في وقت ما الدولة المصرية بتحاول أن هي تساعد على المستوى السياسي والمستوى الأمني والمستوى الإنساني، هناك من يريد أن يضر بمصلحة الأمن القومي المصري. ولكن الحقيقة أن الدولة المصرية دائما ما بتترفع عن هذه الأمور، لأنه الدور المصري في غزة وفي فلسطين دور تاريخي من 1948. يعني أنا أتذكر أنه بعد 2011 تضررت مصر بشكل كبير جدا على المستوى الأمني من قطاع غزة، لكن لم تلتفت، لأنها دائما ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة هي يعني الفكرة الأشمل والأعم. فإحنا بنتكلم دلوقتي أنه هناك في رغبة انتقامية شديدة جدا، وبيحاول أن هم يعطلوا القرار السياسي أكبر وقت ممكن عشان الضربة الانتقامية دي تقدر أن هي بالبلدي كده تشفي غلالهم. ما حدث معهم هو غير مسبوق، وهناك في ضغط سياسي وضغط شعبي كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية في الداخل، واللي بيحصل دلوقتي له أغراض انتخابية وله أغراض سياسية على حساب يعني دم الفلسطينيين. احنا بنتكلم ان الدوله المصريه في اليوم اللي هيتفتح هتبدا في وقف اطلاق النار، هتتحرك القوافل الطبيه والقوافل الانسانيه اللي موجوده بالفعل وهي جاهزه فعلا. وعلى فكره الدوله المصريه كانت مستعده للتحرك من البدايه من دي وان، ولكن للاسف الشديد مع التعنت الاسرائيلي بدعم امريكي
كبير جدا على المستوى السياسي. يعني النهارده حامله طائرات بتكون موجوده، يعني انا بديك الدعم العسكري وبديك طائرات اوروبيه واخرى امريكيه، انا بديك غطاء سياسي وغطاء عسكري لمزيد من جرائم الحرب داخل قطاع غزه. هذا هو المجتمع الدولي اللي احنا بنتعامل معاه، هذا هو الكيل بمكيالين، عدم وجود مصداقيه، استخدام الالفاظ الحقوقيه. الزيارات المتعدده من جانب قيادات الدول الكبرى، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هم كمان بيستخدموا، احنا عندنا مفردات حقوقيه بنستخدمها. لما يجي يقول الارهابيين، هل انت النهارده بتساوي ارهابي فجر نفسه بشخص بيحاول يحارب على ارضه، بيحارب على ارضه وبيحارب عشان يكون له ارض يقدر يعيش عليها هو واولاده؟ مثلا يعني مثلا الاتحاد الاوروبي لما يقولوا في شمال سيناء، لما يقولوا انه ده تهجير قسري، لا، احنا كان عندنا مشكله امنيه والدوله المصريه اعادت توطين المواطنين المصريين وعوضتهم بالشكل المادي والشكل المعنوي الكافي. هو ده ملف حقوق الانسان للاسف الشديد. انا في المنظومه بقالي 15 سنه وللاسف الشديد بنشتغل، وتقارير كثيره جدا بنقدمها، لان لا بس ده ما فيش مقارنه اصلا بين الوضعين. ده مصريين بتنتقل لوجود اعمال تنمويه وتم توفير اماكن اخرى اكثر تمييزا بخدمات كامله، ده ما فيش مقارنه بين الوضعين اصلا. طبعا، وللاسف الشديد كمان فكره التهديد، يعني يبقى في تهديد للجانب المصري اذا تحركت منظمات المجتمع المدني، اذا مثلا في مساعدات هيتم استخدام العنف. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا، احنا ما بنعرفش ندخل غزه كناشطين حقوقيين او منظمات مجتمع مدني. عندنا كم من النهارده من التجاوزات، لو قدرنا الارقام دي على فكره 4000 3000 واحد ماتوا، 10000 او 12000، هذه ارقام الفعليه، هذه ارقام غير حقيقيه بالمره. يعني احنا بنتكلم على تهالك قطاع طبي وما زال هناك الالاف تحت الانقاض اللي دمرت. يعني على فيليب لازراني قال لك احنا حفره من الجحيم، يعني الراجل ده بيتكلم على حجم الدمج اللي حصل والضرر على المستوى الإنساني وعلى المستوى الطبي وعلى يعني ضرر كبير جدا. احنا النهارده مهم، ودي نقطه مهمه، لازم يكون عندنا قدره، وده دي اول حاجه احنا بنطلبها كمنظمات مجتمع مدني. نقول لحضرتك شغلنا بقى ايه، احنا عايزين بنشكل من عدد من المنظمات لجنه تقصي حقائق تحت غطاء الامم المتحده، عايزين ندخل نشوف حجم الجرائم اللي حصل. بيرفضوا تماما وبنهدد، ممنوع، ما فيش اي غطاء امني، لو انت عايز تدخل تدخل من اي حته على سلامتك الشخصيه، وده غير مقبول. احنا شفنا على الهواء مباشره من خلال الاعتداء على المراسلين والصحفيين لمجرد نطقهم باللغه العربيه، ناطقين باللغه العربيه، كان في اعتداء عليهم ايضا من جيش الاحتلال، وكانوا بيعتدوا عليهم علشان مجرد اللي هم بينقلوا الحقيقه. يعني حضرتك بتقول هم يستقون معلوماتهم عن حقوق الانسان من طرف واحد فقط، هم مش محتاجين اصلا هم يروحوا يستقوا. لك ان تتذكر الاعلام وشيرين عقله وما حدث فيها، وقتلت بدم بارد، وفتحت بما يخص شيرين عقله، وكان فيه حاله من هجوم كبير جدا على اسرائيل، ولكن هناك في الولايات المتحده الامريكيه، هناك في الغرب اللي دائما داعم سياسي وداعم عسكري لإسرائيل. ولكن أنا من وجهة نظري إذا استمر الوضع بهذا الشكل على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي، الضرر هيعود على إسرائيل أكتر من فلسطين، لأنه اللي حصل غير مسبوق وسوف يتكرر. وإذا كان لا يوجد حل سياسي، والدولة المصرية دائما ما بتنادي بفكرة الدولتين، ودائما ما بتنادي ان لازم نقعد على طاوله المفاوضات لانه لا مفر يكون هناك. الدوله المصريه دعت لطاوله مفاوضات، وبالفعل قمه القاهره للسلام باذن واحد احد هتعقد يوم السبت المقبل لبحث اخر التطورات وكيف يمكن يعني تهدئه الاوضاع. وانا هقول لك حاجه يا احمد، من وجهه نظري اللي هيقود حل الملف ده هي الدوله المصريه، مش حد تاني. يعني مصر مش محتاج، يعني اعتقد كل يعني العالم الغرب. ادرك بالظبط، كل العالم ادرك منذ اندلاع هذه الازمه ان مصر هي الدوله المحوريه في هذه القضيه تحديدا، وان مفتاح غزه ومفتاح فلسطين في يد الدوله المصريه، وهي التي لديها القدره على يعني تنفيذ الوعود، ليس كما وعد الطرف الاخر بالزبط. ولم يلبي أو لم يفي بهذا الوعد في صباح اليوم الآخر بدخول المساعدات وتراجع، وبالعكس شفنا في الساعات الأولى من صباح اليوم ضرب معبر رفح في الاتجاه الفلسطيني لتدمير البنية التحتية وعدم دخول المساعدات. لكن بإذن الله هذه القضية هي قضية وجود بالنسبة لأشقائنا في فلسطين، وأيضا للدولة المصرية التي دائما ما تقف وتساند الشعب الفلسطيني حتى يأخذ حقه ويسترد أرضه مرة أخرى. بنشكر حضرتك الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف. شكرا لك. شكرك، شكرا جدا. شكرا مشاهدينا، كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات. خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.